ياللي عشت في كورة بعيدة، ياللي كنت في ضيقة جديدة، المسيح بينادى عليك تفتح وياه صفحة جديدة. ياللي عشت في كورة بعيدة، ياللي كنت في ضيقة جديدة، المسيح بينادى عليك تفتح وياه صفحة جديدة. دم الفادي طهر قلبك، بصليبه هيغفر لك ذنبك، ده اللي بموته اداك أبدية، اطمن ده يسوع بيحبك. ياللي عشت في كورة بعيدة، ياللي كنت في ضيقة جديدة، المسيح بينادى عليك تفتح وياه صفحة جديدة. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامج صفحه جديده. اهلا بمشاهدي الكرمه وبمشاهدي برنامج صفحه جديده، سعداء النهارده واحنا بنصطحب حضراتكم في حلقه مميزه في اسم الرب يسوع المسيح، حلقه مثمره. انا بصدق النهارده ان الرب هيدينا وقت طيب جدا. النهارده بنذيع لحضراتكم الحلقه من استوديو جمعيه خلاص النفوس ببني سويف، وانا بصدق مره تانية ان الرب النهارده هيعمل معانا عمل عظيم. شجع حضرتك انك تتابع الحلقه، شجع حضرتك كمان ان ينفع تعمل معانا مداخله تليفونيه او تتواصل معانا من خلال الرسائل على البث المباشر على صفحه قناه الكارما على الفيسبوك، هتلاقي الارقام موجوده على الشاشه. مبسوط جدا النهارده ان يكون معايا خدام افاضل في حلقه مباركه. بشكر الرب من اجل خادم الرب المستخدم المحبوب جدا المحب لكلمه الله، شخص دايما مليان بكلمه الله، مجاهد في الدراسة وفي الصلاة. بصدق الرب النهاردة يستخدمه، أخويا أمجد داود. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا أخو حسام، وأهلا بكل السادة المشاهدين. رب يباركك ويدينا حلقة طيبة النهاردة. أمين في اسم يسوع. أمين. كمان النهاردة معانا مرنم حلو جدا، مرنم من صفة اللبن محافظة المنيا، مرنم مستخدم، مرنم ممسوح، حضراتكم هتشوفوا ده في الحلقة. صوته حلو، بحب الرب، حياته شاهدة. انا بصلي الرب النهارده يديله وقت طيب. اخويا شنوده عياد، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا اخو حسام، شرفتنا في البرنامج. شرف ليا ان اكون مع حضرتك. يلا خلينا نبدا البرنامج بتاعنا بترنيمه ندخل بيها المحضر الرب. اتفضل يا اخويا شنوده. تعالوا نحط عينينا على الرب واحنا بنقول له احنا محتاجين لك في الايام دي يا رب. لما تيجي يا الهنا بحضورك في وسطنا، ترتفع يا يسوع ما بيننا، والليله نلمس الحضور الالهي. رنم معايا كلمات. لما تيجي يا إلهنا بحضورك في وسطنا، ترتفع يا يسوع ما بيننا، نلمس الحضور بروحنا، والذبايح تترفع لك يا يسوع. المجد ليك، كلمة منك ربي تحيي، كل قلب بيناديك، محتاج لك لمسة منك تكبر القلب الكثير، تحضن التايه تضم، تنفتح عين الضرير. محتاج لك لمسة منك تكبر القلب الكثير، تايه تضم، تنفتح عين الضرير. محتاج لك وفي حضورك يجي نورك، والظلام تنهي زمانه، نتملي سلطان كلامك، والعدو يرجع مكانه. ما في سلطان ولا قوة غير لشخصك في الوسط، لا تشبع وتنور، كل قلب بيك ارتباط. محتاج لك لمسة منك تكبر القلب الكثير، تحضن التايه تضمه،
تنفتح عين الضرير، محتاج لك لمسة منك تجبر القلب الكثير، تحضن التايه تضم، تنفتح عين الضرير محتاج لك. إذا شفنا يا رب مجدك نعرف إن وحدك كفاية، يصغر العالم فعلا رح نشوف كله نفاية، بالمراحل اسمع صراخ وافتقدنا بالحنان، محتاج لك يا إلهنا ترسل الروح فيضان، محتاج لك لمسة منك تجبر القلب الكثير، تحضن التايه تضم، تنفتح عين الضرير، محتاج لك لمسة منك تجبر القلب الكثير، تحضن التايه تضم، تنفتح عين الضرير محتاج لك. محتاج لك. النهارده العنوان بتاع الحلقه بتاعتنا عن محطات من حياه يعقوب، وهنا في شخصيه هنشوفها في الحلقه مرت بمراحل كثيره من التغيير، ازاي الرب اشتغل عليها، زي ما بيقول كده الرب في رساله كورنثوس الثانيه واصحاح 3 وعدد 18: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير الى تلك الصوره عينه من مجد الى مجد كما من الرب الروح. هنا الرب بيتكلم عن التغيير. ممكن حضرتك تكون بتشاهد البرنامج وعندك إحباطات أو عندك مفشلات وعندك أمور صعبة في حياتك، ممكن عدو الخير قال لك خلاص مش نافعة. أشجعك النهاردة تحضر معانا الحلقة، قدامنا شخصية فيها لخبطة كتير لكن الرب قدر يعمل معاها عمل عظيم جدا. أنا بشجعك النهاردة أنك تفتح أذان صاغية للروح القدس، وأنا بصدق أن الرب هيعمل معاك عمل عظيم. عايز كمان النهاردة حلقة مميزة جدا بكل الخدام الموجودين فيها، أقدم أخويا اللي هياخد معانا الوعظة في خلال 10 دقائق، حد محبوب جدا زي ما قال كده الكتاب عن أشير أنه مقبول بين إخوته، أخويا شريف سعد خادم الرب، الخادم المستخدم الكارث المحب لكلمة الله المحبوب جدا من الجميع. صلي النهاردة الرب يستخدمه في وسطينا في خلال العظة. أهلا بيك أخويا شريف. أهلا بيك أخويا حسين، شكرا على الكلام الحلو، يطلع من إنسان عظيم زيك، يعني ربي يباركك. شكرا. عندي إيمان النهاردة أعزائي المشاهدين في كل مكان من برنامج صفحة جديدة إن الرب يمد إيده ليك. وإحنا بنتكلم عن محطات يعقوب، هاخد المحطة محطة فنيئيل، محطة المقابلة الشخصية مع الله. أنا أديلي فترة بفكر أي حد تقابل مع المسيح الرب ترك فيه بصمة، ترك فيه علامة. يعني إيه؟ يعني المنحنية لما الرب حط إيده عليها استقامت في الحال. لو أسألها وأقول لها إيه اللي حصل ليك، تقول تقابلت معاه فساب في جسدي علامة، ساب جوايا علامة. إيه العلامة؟ استقامت في الحال. يا سلام يا رب لما تمد إيدك على كل عوج فيا يحصل عملية اسمها عملية الاستقامة. هكلمك النهاردة عن لمسات القدير وحياة التغيير. هكلمك النهاردة عن إله يعقوب اللي بيعرف يغير، يطلع ويخرج من الآكل أكلا، يعرف يغير ويبدل. هنقرأ بنعمة الرب يسوع من سفر التكوين إصحاح 32 والآية 27 بسرعة، وأسيب الفرصة لإخواتي الحبايب. ومعانا مرنم جميل جدا، أشجعك وانت بتشاهد الحلقة هتسمع موضوع عظيم من أخويا أمجد. النهاردة هكلمك عن المقابلة مع الله في عدد 27: فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب. فالرب رد عليه فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك. فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلا لأني نظرت الله. مجدا ليك يا رب. ينفع تشوف الله النهاردة؟ لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت
نفسي. اسمع الكلمتين اللي جايين دول، كلام خاص ليك من الله. أشرقت له الشمس إذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذيه. دي القراءة الجميلة من سفر التكوين إصحاح 32، محطة فنوئيل أو فنوئيل لما ليها اسم تاني في الكتاب المقدس. عزيزي المشاهد وانت بتشاهدني، هكلمك على لمسات القدير. مشكلة يعقوب كانت في سلوكه، كانت في رجليه، كان بيتحرك زي ما هو عايز، زي ما يخطر في باله يعمل. لكن في يوم من الأيام تقابل مع الله وجها لوجه. فالله بيتقابل معاك النهاردة من خلال برنامج صفحة جديدة، عايز يغير فيك، عايز يسيب فيك بصمة. لما أحكي واخد دور كده، يعني اللي بيبص على المشهد من بعيد لقصة يعقوب، أقول له إيه المشكلة اللي في حياتك؟ يقول عندي ثلاث مشاكل بيبدأوا بحرف الخاء. رقم واحد خوف، رقم اتنين خداع، رقم ثلاثة خصام، بتاع خلافات، بتاع مشاكل، مليان خوف. خايف منين يا يعقوب؟ يقول لك خايف من ماضي بيطاردني، وخايف من مستقبل منتظرني. ويمكن عزيز المشاهد وانت بتشاهدني النهاردة تقول لي أنا مرعوب من الماضي، أنا ماضية صعب. أقول لك نعمة الله توصل ليك النهاردة، نعمة الله توصل ليك وتغيرك. يا يعقوب ايه اللي منعك من التغيير؟ يقول لك خايف من لبان بيطاردني. كان في ترنيمة زمان تقول لك لبان بيطاردني وعيس ومنتظرني. لكن لينا إله عظيم يعرف يحط للبان حد. اللي عندك مشكلة، اللي عندك مشكلة مع أشخاص بيضطهدوك، أي اللي عندك مشكلة مع جيرانك، ربنا بعت الرسالة ليك النهاردة. إله يعقوب يستطيع أن يأمر لبان إن ما يأذكش. لا عارف لبان لما تقابل مع يعقوب كان يعقوب خائف منه. حتى يعقوب قال كده في تكوين 31، يقول لك لأني خفت، بيحكي مع لبان، أنا خفت لا تأخذ ابنتيك والأولاد والغنم. فعملت إيه يعقوب؟ فهربت. اوعى تهرب من الماضي، لكن تعال للمسيح يستر ماضيك. اسمع لو لبان ماضي وبيتكلم، اسمع الآية دي يقول لك إيه؟ إن الله ظهر للبان في البارحة. قال لك إيه لبان؟ هو بيقول كده، بيقوله في قدرتي أنا أصنع بك ما شرا، ولكن إله أبيك، إله أبيك كلمني البارحة قائلا احترز أن تكلم يعقوب بخير أو بشر. احترز، يعني خايف من الماضي، تعال للمسيح يستر كل الماضي. المسيح بيستر الماضي، المسيح بيغير. بشجعك النهاردة مهما كان ماضيك، قول معايا دم المسيح يغطيك. ما تخافش، تعال للمسيح، ابدأ معاه صفحة جديدة. طب واللي خايف من الماضي لما بيجي للمسيح، الرب بيديله يفتخر بالماضي لأنه بيشوف مليان من نعمة الله. خايف أيضا من المستقبل، خايف من عيسو. طب يا رب أنت تكلمت للبان في البارحة، طب عيسو يا رب، يا عيسو أحط إيدي عليه. ما تخافش، المستقبل مضمون فيه. عارف يعقوب يقول أي عظيمة جدا لعيسو، لا إن وجدت نعمة في عينيك. أنا عايز نعمة. يلي خايف من بكرة، نعمة الرب تكفيك. يلي خايف من بكرة، إيد الرب ترفعك وتعليك. ما تخافش. يا يعقوب قال له أيوة يا رب. قال له عايز إيه يا حبيبي؟ قال له أنا خايف. قال له يا حبيبي أنا أحط إيدي على الماضي واستره واضمن لك المستقبل بنعمتي، ما تخافش. قال له يا يعقوب أنا عندي لك عتاب، عندي عليك عتاب يا يعقوب. ما اسمك يا رب؟ أسألك يا رب من كل قلبي، وأنا عارف وأنا متعود أسمع صوتك، متعودين على العلاقة والشركة معاك يا رب. أنت اللي جبتنا من طين الحمقى، إحنا اللي تبعناك وسبنا الكل ومشينا وراك. أنا عارف صوتك الحلو ده. لما بتسأل يعقوب ما اسمك، هل أنت مش عارف؟ يقول طب ما أنت عارف إن أنا عارف. أقول له طب بتسأل ليه؟ دعوتك باسمك أنت لي. طب بتسأله ليه يا رب؟ يقولك علشان السؤال ده بيفكره من 20 سنة، عنده مشكلة في الخداع، عنده مشكلة ما بيعرفش يكشف نفسه، عنده مشكلة يعرف يبين غير اللي جواه. يقولك في واحد بوشين، مش عارف ازاي. يعقوب كان بيعرف يخدع كويس. لو سألتك عزيزي المشاهد كم واحد خدعهم يعقوب؟ لا
يعني يلا عد معايا كتير. خدع ابوه، خدع اخوه، خدع حماه، خدع مراته، كل اللي اتعامل معاه يعقوب ناله من الخداع نصيب. طب يا يعقوب، فيعقوب راح رفع ايده كده قال له ايوه يا رب. قال له ما اسمك؟ وكاني رجع بيه لعشرين سنه لورا، اخر مره سمع كلمه ما اسمك كان امام اسحاق لما ساله انت مين يا حبيبي. اجاب يعقوب امام اسحاق وقال انا عيسو. فربنا بيقول انت مين يا حبيبي؟ قال له انا يعقوب. يعني مش عيسو يعني، انت مين؟ ربنا بيسالك انت فين، رحت فين الايام اللي فاتت والسنين اللي فاتت، بعدت عن حضني ليه؟ انا اللي شريتك وانا اللي فديتك وانا اللي حبيتك، انت لما تيجي قدامي اعلني عن حالتك. كان مليان خداع، مش بس خوف لكن خداع، لكن كمان كان مليان خصام. ما احوجنا في هذه الايام الصعبه، بيت منقسم بيشاهدني، زوج ومراته مش بيكلموا بعض. ايه رايك الحلقه دي تحط ايدك في ايدها؟ ايوه اتحرك ليها. واحد مش بيكلم ابنه، ايه رايك تخبط عليه؟ حرام اللي بيحصل في بيوت المسيحيه، اقولها بملء الفم. اقعد تقول لي شوف الخادم بيقول حرام، اه ده على فكره في سفر يشوع، واحنا نؤمن بالكتاب المقدس المعصوم، في سفر يشوع اصحاح 7 يشوع بيقول في وسطك حرام يا اسرائيل. يا ايوه حرام، حرام بيوت يكون فيها انقسام وبيروحوا يصلوا، حرام تبقى قدام الشاشه وما تاخدش نعمه الله. احكي لك عن القصه بسرعه عشان اسيب اخواتي. جالوا ربنا، زاروا الله. الله بيزورك من خلال هذه الحلقة النهاردة، من خلال الشاشة. أيها أنت اللي بتشاهدني، أيها أنت الذي لك سنين لوحدك وشاعر بالوحدة وبالكسرة، أيها أنت اللي بتفكر في الانتحار، أيها أنت اللي فشلان ومكسور، المسيح بينادي عليك، عايز يطلع من الشاشة يقولك صلي معايا، اطلب المسيح. طب أول ما تقابل الله مع يعقوب، ثلاث حاجات بسرعة هيظهروا قدامك على الشاشة. يلا يعقوب حكي لنا، يقول غير اسمي. رقم 2 نجى نفسي. رقم 3 نور شمسي. هللويا. قال له ما اسمك؟ قال له أجاب وقال يعقوب. قال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جهدت مع الله والناس وقدرت. الرب بينادي عليك النهاردة، عايز يغيرك. اختبرت تغيير المسيح؟ شعارنا وشعار برنامجنا عن صفحة جديدة، تبدأ صفحة جديدة مع المسيح. النهاردة إيد المسيح تتحط عليك، مش بس غير اسمي لكن كمان نجى نفسي. يقول فدعي ذلك المكان فنئيل. يلا حكي لنا يعقوب، يقول لك لأن نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. ربنا عايز ينجيك النهاردة، لكن الكلمة الأخيرة وأشرقت له الشمس. إيه رأيك؟ الرب عايز ينور حياتك بنور الإنجيل. نور شمسي، أيوة نور شمس. الشمس بتعمل إيه؟ يقولك إن النور بيعمل ثلاث أمور، بينير، أنار الظلمة، لكن كمان بيحكم وكمان بيفصل. الرب جاي يخليها ليلة فاصلة النهاردة. مشغول نرنم ترنيمة، يعقوب قال الآية الحلوة اللي الترنيمة بتقولها، نبع من قلبي دمعة. أنا مش أنا عيني اللي بتبكي لكن قلبي اللي بيبكي. اسمع الآية الحلوة دي في هوشع 12، الكتاب المقدس يذكر كده عن يعقوب، يقولك في البطن قبض بعقب أخيه وبقوته جاهد مع الله، جاهد مع الملاك وغلب. كيف غلبت يا يعقوب الإله المحب؟ يقولك بكى واسترحمه. الرب بيقدر الدموع، تيجي للمسيح بالدموع. بيمد ايدك عايز يغير حياته، حياتك النهارده بيمد ايده المسيح ليك. تمد ايدك، اقول لك ايه يتكتب عن الرب كده، مددت يدي وليس من يبالي. بيمد ايده، هل تمد ايدك تبدا صفحه جديده؟ مش لاقي ارنم معاك الترنيمه، نبع من قلبي دمعه، نبع من قلبي دمعه، مش الدموع من عينيا لكن دموع قلبي يا رب. بشجعك تصلي معانا وترنم الترنيمه دي بالدموع كده. يا رب نبع من قلبي دمعة للسماء،
على شرنا صليها معانا. لقيتني في قلبي بصرخ أول الخطة يا ريت تصرخها معانا. ده احنا بخطيه واحدة تشوي كل جمال هنا يا يسوع. وللنهاردة بنرجع ونعيش لنفسنا نبع من قلبي دمع للسماء على شرنا. لقيتني في قلبي بصرخ أول الخطة أنا. ده احنا بخطيه واحدة تشوي كل جمال هنا. وللنهاردة بنرجع ونعيش لنفسنا. ما كفاية فطور ما كفاية شرور ويوم طالع ويوم نازل. ما كفاية زيف حاطط قناع والصدق ضاع. فين الفاصل حب ذات خد وهات ودوافع لسه بتفاصل. ما كفاية غير ظنون شرير بطرق العالم نتواصل. ما كفاية وعود لله بدوب ولا في تغيير بادي وحاصل. حب ذات خد وهات ودوافع لسه بتفاصل. ما كفاية فطور ما كفاية شرور ويوم طالع ويوم نازل. ما كفاية زيف حاطط قناع والصدق ضاع. فين الفاصل حب ذات خد وهات ودوافع لسه بتفاصل. ما كفاية غير ظنون شرير بطرق العالم نتواصل. ما كفاية وعود لله بدوب ولا في تغيير باد وحاصل. وحب ذات خد وهات ودوافع لسه بتفاصل. وعدتك عيش لما بدك لكن لسه بعيش ليا. فاكر ينفع اعيش لك وانا ليا نصيب فيا. انا جاي لك بعترف لك احرق كل اناني. انا عايز اعيش لمجدك عايز اعيش في الحريه. وعدتك عيش لمجدك لكن لسه بعيش ليا. فاكر ينفع اعيش لك وانا ليا نصيب فيا. انا جاي لك بعترف لك احرق كل انانيه. انا عايز اعيش لمجدك عايز اعيش في الحريه. ما كفايه فطور ما كفايه شرور ويوم طالع ويوم نازل. ما كفايه زيف حاطط قناع والصدق ضاع. فين الفاصل وحب ذات خد وهات ودوافع لسه بتفاصل. ما كفايه غير ظنون شرير بطرق العالم نتواصل. ما كفايه وعود لله بدوب ولا في تغيير باد وحاصل. حب ذات خد وهات ودوافع لسه بتفاصل. ما كفايه فطور ما كفايه شرور ويوم طالع ويوم نازل. ما كفايه زيف حاطط قناع صدق ضاع. فين الفاصل وحب ذات خد وهات ودوافع لسه بتفاصل. ما كفايه غير ظنون شرير بطرق العالم نتواصل. ما كفايه وعود لله بدوب ولا في تغيير باد وحاصل. وحب ذات خد وهات ودوافع لسه بتفاصل. ما كفايه فطور وشرور ويوم طالع ويوم نازل. شكرا ربي جدا من أجل الكلمة المباركة من أخويا شريف سعد. صلي النهاردة أن كل حد سمع الكلمة يكون عنده استجابة. الرب دايما فاتح قلبه، الرب دايما مادد إيده في كل الأوقات. الدور علي أنا، هل أنا أستجيب لنعمة الله ولا كلمة الله أو لا؟ الله بيعمل كل الدور اللي عليه عشان في يوم الأيام يتجلك أنت بلا عذر أيها الإنسان.
واتمنى اني ولا واحد مننا يسمع هذه الايه. اتمنى النهارده انك تستغل الفرصه كل مره ربي بيكلمك، سواء من برنامج او من كلمه او من ترنيمه او من حلقه او من اجتماع، اعرف تماما ان دي في خطه الله ان يتواصل معاك. الله بيحبك وبيدور عليك بغض النظر عن الحاله. يعقوب كان شخص مخادع، كان خائفا، لكنه تقابل مع نعمه الله وتغير. رحب بكم تاني اخواتي المشاهدين، وبنسر جدا وبنبقى سعداء بمداخلات حضراتكم. عشان كده اشجعكم انكم انتوا تعملوا معانا مداخلات. الارقام هتكون موجوده على الشاشه، يعني عندنا استعداد لاستقبال اي طلبه، اي تساؤل في الموضوع. احنا بنتبسط جدا لما بنسمع صوت حضراتكم. الحلقه بتاعتنا النهارده زي ما قلت لكم بتكلم عن محطات في حياه يعقوب، محطات في حياه يعقوب. هجرى جزء كتابي وهرجع لاخويا امجد داود نكمل مع بعض الحلقه. هجرى من تكوين 28 وعدد 10. تكوين 28 عدد 10 بيقول الكتاب: فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران، وصادف مكانا وبات هناك لان الشمس كانت قد غابت، واخذ من حجاره المكان ووضعه تحت راسه، فاضطجع في ذلك المكان وراى حلما واذ سلم منصوبه على الارض ورأسها يمس السماء، وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، وهوذا الرب واقف عليها. فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض، وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. فاستيقظ يعقوب من نومه وقال: حقا أن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم. وخاف وقال: ما أرهب هذا المكان، ما هذا المكان إلا بيت الله، وهذا بيت السماء، هذا باب السماء. وبكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيتا على رأسه ودعا اسم المكان بيت إيل، ودعا اسم المكان بيت إيل. أخويا أمجد داود، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. محطات حسن. في حياة يعقوب. أي. أو لما بكلمك وبقول لك إيه عنوان الحلقة أو هنتكلم على إيه، قلت لي قلبي رايح ناحية أتكلم عن يعقوب. ليه؟ اشمعنى يعقوب؟ اشمعنى الشخصية دي بالذات اللي اخترتها في الكتاب وعايز تتكلم فيها الحلقة النهاردة؟ يعقوب من الشخصيات الرائعة في كلمة الله. وحقيقي يمكن الرب لمع قدام الشخصية دي جدا، لكن أثناء المذاكرة والجراية عن الشخصية دي لقيت إنها بتتلامس إلى حد كبير مع حياة المؤمنين بشكل عام وحياتي أنا كأمجد بشكل خاص. فالله يعرف يعقوبيتنا. صحيح. يعقوب اللي يعرف في كتابتها باللغة العربية تلاقيها كده كلها دواير ما فيهاش استقامة. فيعقوب كل حياته كانت لف ودوران، لكن في المقابل ده اللي شدني جدا، ان مع كل الخداع والخصام واللف والدوران ده يظهر الله بكل قوة إله كل نعمة، اللي تعامل مع يعقوب بالنعمة، واللي بيتعامل معايا ومع حضرتك ومع كل المشاهدين بالنعمة. ده اللي خلاني اتشديت لشخصية يعقوب. صحيح. احنا هناخد الحلقة هنعدي على شوية مراحل من حياة يعقوب، فلو حبينا ندخل في أول محطة وهنتعرف على يعقوب. وأول محطة موجودة في بئر سبع. أيوة. بئر سبع فيها لسه قاعد مع عيسو، مع أبوه إسحاق وأمه رفقة، وفي بيته، في نشأته، في تربيته. تقول لنا إيه؟ كيف بئر سبع في أول محطة عن حياة يعقوب؟ طبعا في حياة يعقوب محطات كتير جدا، يمكن حوالي 14 محطة، مش هنمر عليهم علشان وقت الحلقة، لكن أول محطة محطة بئر سبع، المحطة اللي اتولد يعقوب ونشأ وتربى وترعرع، اللي نقدر نشوف السي في بتاع يعقوب. يعقوب أبوه إسحاق، واحد من الأباطرة، واحد من الآباء الرائعين، واحد من الشخصيات الرائعة في كلمة الله، وأمه رفقة. وفي يوم من الأيام إسحاق ورفقة ما كانش معاهم أطفال. صحيح. صلى الرب اداله توأم في بطن واحد.
فلنتخيل كده التوأم ده منهم يعقوب. فيعقوب من وهو في البطن بيزاحم أخوه، وهو نازل من البطن أثناء الولادة ماسك بعقب أخوه متعقب، وده معنى اسمه يعقوب متعقب. نزل لأرض الواقع، نزل الظروف ما ساعدتهوش، نزل في بيت غريب شوية بالرغم انهم بيت مؤمنين وبيت حلوين، لكن زي ما أشار أخويا شريف وهو بيتكلم من شويتين، بيت في انقسام، بيت في انقسام. الأب بيفضل واحد والأم بتفضل واحد، ودي مصيبة كبيرة موجودة في البيوت حاليا، موجودة في البيوت حاليا. يعني مثلا الأب يحب الولد والأم تحب البنت أو العكس أيا كان. احنا عندنا الصعايدة مثلا تلاقي الـ بيحبوا الولد أكتر من البنت، وممكن يشجعوا أن الولد يحكم ويرسم في البنت لأن هو الولد، فدي مشكلة طبعا. فعندنا الولد ده نشأ في بيت في مشكلة كبيرة اللي هي الانقسام وتفضيل الأب الواحد والأم الواحد، ده عمل جواهم هما الاثنين عدم محبة البعض. تكمل أخويا أمجد، بس معانا أول تليفون من أمريكا، نقول ألو. ألو ألو. أيوة أنا وسام بحبك. أيوة أيوة، سلام الرب معاكم وربنا يبارككم يا رب. سلام المسيح لحضرتك، أهلا وسهلا بيكي. مين معانا؟ الصوت مقطع شوية معلش، معرفش أسمع بالعافية. أنا سامع. أنا طالبة لو سمحت طالب. أنت سامعني؟ سامع كويس جدا. أهلا وسهلا بيكي يا بنت. يعني البطلة من قبل إخواتي. أمين. في مصر هتعمل عملية بكرة. امين. وعندي اختي هنا بكره عندها كيماوي، وانا كمان رايحه للجراح عشان عمليه المراره، ثلاث اخوات والثلاث كل واحد يكون مشكله. امين. نصدق ان يسوع يتعامل ويتلامس مع كل حد من العمليات دوله. بس عايز اسال حضرتك سؤال، واحنا هنصلي في اسم الرب يسوع من اجل الطلبات وبنصدق ان الرب بيستجيب للصلاه، يعني الشفاء الجسدي احنا نؤمن ان الرب يشفي ويحط ايده مع الاطباء والعمليات دي تنجح، بس عايز اسال حضرتك اخبار علاقتك مع يسوع، هل حضرتك ليك علاقه ولا شويه الدنيا صعبه؟ لا لا، انا لي علاقه مع يسوع، اما انا فصلهم. شكرا جدا علاقة جدا. مع يسوع جدا. روعه روعه روعه، الرب يباركك ويستخدمك لمجد اسمه. هنصلي في نهايه الحلقه من اجل كل طلبات الصلاه. شكرا لحضرتك، اتفضل اخويا. فاتربى في بيت في مشاكل اللي هي الانقسام، لكن اتربى على حتة تانية صعبة جدا، وهي استغلال الظروف او استغلال الفرص. رجل استغلال الفرص، بمعنى ايه؟ في يوم من الايام اخوه جاي من الغيط جعان، وهو طبعا علشان قاعد في البيت مع مامته باستمرار فهو بيحب المطبخ وكان شيف محترم، طابخ طبخة عدس. اخوه جعان، طب ادى اخوك مجانا. لا منفعش، علشان تاخد من بين ايديا لازم تدفع، مفيش حاجه ببلاش. طب ادفع ايه؟ ادفع البكوريه. فطبعا عيسو احتقر الموضوع ده ومش فارقه معايا، وزي ناس كتير شايفاني دلوقتي بتحتقر امور ربنا مش فارقه معاها، علشان اسف اقول لقمه العيش دي الله هيديها لك من غير ما، مش هقول من غير ما تتعب، لكن الله عنده استعداد. اللي بيهتم بالعصافير طيور السماء لا تزرع ولا تحصد ابوكم ياقوتها، لكن حضرتك ياللي بتستهتر وياللي بتبيع الغالي بالرخيص عمل كده عيسو في يوم من الايام. فعيسو كان بيستغل الفرص، لكن جه وقت من الاوقات كان صعب جدا. رفقه في يوم من الايام سمعت وعد من ربنا، بص يا رفقه انا هديك ولد او ولدين في بطنك، ولدين او شعبان، منك يفترق شعبان. خلاص طلع جاي ولدين، حلو خالص، وكبير يستعبد للصغير، رائع يا رب. هي سمعت الكلام ده، اسحاق ما سمعش الكلام ده. فجي في يوم من الايام سمعت ان اسحاق بيقول لابنه يلا يا ابني كده علشان تجيب لي اكل فتباركك نفسي. قالت ازاي ابني اللي ربنا جايل لي ان هو اللي هيبقى وهيبقى يجي التاني ياخدها منه؟ طب ما الاثنين ولادك. صحيح، وهيفترقوا الى شعبين، وطبعا شعب الرب وشعب تاني اللي هو عيسو، هيبقى عيسو. شعب ادوم. لكن هي تخيل يا اخويا حسام بفكرها وبتخطيطها حبت تمشي امور ربنا. انا عندي سؤال للمشاهد اللي بيشاهدني دلوقتي، هل الله كان عاجز انه يمشي المخطط بتاعه؟ مطلقا. الله ليه 60 طريقه، بس هي بالدهاء والمكر. وغالبا يعقوب اتعلم من ام الحاجات دي، قالت له بص حبيبي انت المفروض تعمل 1 2 3 4. اعمل ايه يا ماما؟ هتلبس وهجيب لك اكل هتاكله.
قال لها احسن ابويا يكشفني. وهنا مشكله كبيره، مشكله عند ناس كتير. يعقوب ما خايفش من الغلط، عنده استعداد يعمل الغلط، بس خايف احسن الحقيقه بتاعته تتكشف او تتفضح. اخويا اللي بتشوفني، اوعى تكون دي مشكلتك، انك خايف ان حقيقتك تتفضح، مش خايف انك تغلط، مش عارف ولا مقدر ان الخطأ في نظر الله. قال يوسف كده، أيوة. كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ فالخطأ موجه فعليا الى الله، كان عنده استعداد يغلط. صحيح. اخويا امجد، يعقوب كان خايف من الفضيحة لكنه ما كانش خايف من الغلط، وده بالتالي بيخليه بيغلط كتير والغلطات هتمادى. معلش الحلقة من الواضح ان عليها ضغط تليفونات. ناخد معنا تليفون تاني. اهلا معنا ابن الرب من مصر. الو، اهلا مساء النور. اهلا وسهلا بحضرتك. ايوه اتفضل، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا مش عارف حضرتك، عندي مشاكل في البيت وانت ساعدوني بالصلاه. امين يا غالي، نصلي باسم امين. اتفضل. وربنا يعوضكم كل خير. امين امين. طلبت صلاه غاليه جدا على قلب الرب، انك تصلي من اجل البيت، ونصلي من اجل البيت ان الرب يحط ايده. اخويا الغالي، انا هطلب من اخويا امجد دلوقتي ان هو يصلي لك، مش هستنى لاخر الحلقه. انا بصلي ان الرب يحط ايده عليك شخصيا وعلى بيتك بالكامل في اسم الرب يسوع، وتتكسر ايد ابليس وكل شكوى على بيتك. اخويا امجد صلي من اجل البيت ده. يا رب جايين قدامك ببيت اخونا اللي بيتكلم وهو موجوع على بيته، بنصدق يا رب ان ايدك تتحط على البيت ده، يكون شعاره أما أنا وبيتي فلنعبد الرب. بنصلي يا رب أن مشاكل البيت ده تتحل يا رب. في اسم الرب يسوع المسيح تزور البيت ده زيارة للادي يا رب الآن يا رب. هو عشمان وإحنا عشمانين كمان كمان يا رب. بنحط الأخت اللي اتصلت من أجل العمليات الثلاثة اللي هتتعمل سواء في مصر أو برا مصر، واثقين أنك الطبيب العظيم اللي تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. أمين أمين. قبل ما نسمع ترنيمة مع أخوينا شنودة، خلونا ناخد تليفون تاني. مين معانا؟ الو الو، ممكن توطي التلفزيون؟ ممكن توطي التلفزيون لو سمحت. ماشي ماشي. شكرا ليك، اهلا وسهلا بيك. مين معانا؟ ماجد من المنيا. اهلا بيك يا اخويا ماجد، اهلا وسهلا بيك. اتفضل حضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل يا غالي. كنت عايز اسلوب صلاه. امين. عشان انا عندي مشكله كده كبيره كده جامده كده بتاع ده الكورونا ومستمره معايا، انا مش عايز اتعدي يعني كده وبتاع. هي خدت دور كورونا وتعبانه؟ خدت دور كورونا ومن ساعتها تعبانه؟ ازمه كبيره كده جامده ومتحدة كورونا وهي كبيره جامده يعني، دي مطرحين كده مش عايز اتعدي. معايا؟ معاك معاك، سامح حضرتك. امين. طيب. بنصلي في اسم الرب يسوع، الرب يديده ليها. انا مراتي لما باجي صلاه بتقول لي اكسل 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 وكده، يعني انت ما بتجيش توكل وكده، ساعات حضرتك تصلي يا رب. امين في اسم الرب يسوع. هنصلي صدقني. ما بتجيش صلاه، ما بتجيش صلاه على قناتها اي حاجه تروح جايبها بتقول لي ما فيش تاني. هو انا هو انا مش سامع كويس، الصوت بيقطع بتاع حضرتك. بقول لك مراته رافضه الصلاه. هي رافضه الصلاه. بتكلم عليه بالراي، معناها كان خايف ما تديش العده وتتناول. امين اخويا ماجد، امين. انا فهمت طلبه الصلاه بتاعت حضرتك، وهنصلي لها في اسم الرب يسوع، ونصدق في الروح القدس القادر على كل شيء، يقدر يبكت ويقدر يروح ويزور زيارة خاصة ويلمسها في اسم الرب يسوع. أنا بعتذر لك، أنا مش سامع كويس، صوتك بيقطع، بس أنا فهمت طلبة الصلاة بتاعت حضرتك وهنصلي ليها في اسم يسوع. معنا تليفون تاني. ألو ألو الو، مين معانا؟ الو. ايوه اهلا وسهلا بيكي. ايوه انا عايزه
اهلا وسهلا بيك انت على الهوا، اتفضلي حضرتك. مين معانا؟ نعم اتفضلي حضرتك على الهوا، مين معانا؟ انا لسه ذاكرتي في اتصال على الشاشه. ايوه يا فندم اهلا وسهلا بيكي، مين معانا حضرتك؟ نعم اسمك ايه؟ وطي التلفزيون عشان تسمعيني من التليفون. لا الشبكه وحشه، انا سامع الصوت الشبكه وحشه. طيب استاذنك معلش اكفيني واطلبي تاني. شكرا لحضرتك. خلونا اخواتي المشاهدين ناخد ترنيمه حلوه نعبد بيها الرب ونفرح بيها ونرجع تاني لاخونا امجد نكمل الموضوع. اتفضل يا خشتو. بما اننا بنحكي عن حياه يعقوب والصوره الملخبطه والصوره اللي اتشوهت، فتعالوا نشارك سوا. شفت نضايع تايه كنت بتبحث عني، الله يزال وليزال ينتظر رجوعك كابن. أنا راجع وأنا برمي خلاص كل حاجات في الماضي، مش عايز أشوف حد خلاص غيرك بس قصادي. راجع تايب وبإخلاص وبجد المرة دي، أنا شوهت الصورة الحلوة اللي انت رسمتها ليا، المس بيدك جسد الميت وطرد كل خطية. أنا عشمان في الفرصة التانية في نعمة قلبك ليا، أنا شوهت الصورة الحلوة اللي انت رسمتها ليا، المس بيدك جسد الميت وطرد كل خطية. أنا عشمان في الفرصة التانية في نعمة قلبك ليا، أنا راجع وأنا برمي خلاص كل حاجات في الماضي، مش عايز أشوف حد خلاص غيرك بس قصادي. راجع تايب وبإخلاص وبجد المرة دي، أنا راجع وأنا برمي خلاص كل حاجات في الماضي، مش عاوز أشوف حد خلاص غيرك بس قصادي. راجع تايب وبإخلاص وبجد المرة دي. شفت نضايع تايه خايف كنت بتبحث عني، كنت خلاص هغرق ولقيتك بيدك انت نشيلني. انا جايلك دلوقتي وبندم بصرخ لك تسامحني. شفت نضايع تايه خايف كنت بتبحث عني، كنت خلاص هغرق ولقيتك بيدك انت نشيلني. انا جايلك دلوقتي وبندم بصرخ لك تسامحني. أنا راجع وأنا برمي خلاص كل حاجات في الماضي، مش عايز أشوف حد خلاص غيرك بس قصادي. راجع تايب وبإخلاص وبجد المرة دي، كل جراحك كانت لي عشان تشفي لجراحي، مت عشان وصرت ضحية كنت الشر أنا ماحي. أنا هوهب لك نفسي ووقتي وطاقتي وكل كفاحي، كل جراحك كانت لي عشان تشفي لجراحي، مت عشان وصرت ضحية كنت الشر أنا ماحي. أنا هوهب لك نفسي ووقتي وطاقتي وكل كفاحي، أنا راجع أنا برمي خلاص كل حاجات في الماضي، مش عايز أشوف حد خلاص غيرك بس قصادي. راجع تايب وبإخلاص وبجد المرة دي. أمين. صلي النهاردة دي تكون صلاة كل واحد فينا، أنا راجع خلاص بعد ما شوهت الصورة وبعد ما عكيت كتير، صلي النهاردة وأصدق إن الرب يعملها معاك. كمل مع بعض أخونا أمجد، عندك حاجة تانية عايز تقولها في بئر سبع؟ طبعا في الجزء ده أو في الأصحاح ده كان في ثلاث أخطاء. كان في قرار خاطئ من إسحاق إنه قال لابنه هات لي أكل علشان تباركك نفسي، لكن كمان في كان حل خاطئ من رفقة ويعقوب إنهم حاولوا يحلوا بنفسهم، وده اللي بنعمله كتير، بنحاول نحل مشاكلنا بنفسنا
والافضليه طبعا ان انا اروح للرب واقول له اتصرف ازاي. انت قلت هي لو راحت لربنا وجيت انت قلت كان هيحل بطريقه. هو الرب قال، هو الرب قال من الاول ان كدير يستعبد لصبي. اقصد في وعد كان يقدر ينفذ وعده اللي هو قاله لنا بدون تدخل من انسانيتنا طبعا. بس احنا مرات بنستعجل الامور. أيوة. لكن كان كمان في توجه خاطئ من عيسو نتيجه للقرار ده انه عايز يقتل اخوه. طبعا يعقوب لما دخل لابوه خدع ابوه في الحواس الخمس، خدع ابوه في حاسه اللمس لما لبس جلد الجدي او المعزه وقال لابوه جسني، خدع ابوه في النظر، نظر اسحاق كان ضعيف، خدع ابوه في حاسه الشم لما لبس الثياب بتاعت اخوه. وعايز اقول لناس كتير لابسه ثياب مش ثيابها، خليك على طبيعتك، البس ثيابك النهارده، الله بيهمه اللي جوه ما بيهمهوش اللي بره. اسحاق اتخدع لكن الله لا يشمخ عليه. خدع كمان ابوه في حاجه تاني اللي هي السمع، او ما عرفش يخدع اسحاق في السمع لان دي الحاسه الوحيده اللي كانت شغاله، وخدعه في التذوق بالاكل لكن ما عرفش يخدع في السمع في الصوت. يعني هو طبعا ابوه قال له كده، عمل صوت عيسو وطبعا ما عرفش يجلده، يعني يمكن ما عرفش يجلده بس قال له كلمه بترعب قدامها يا اخويا حسام. لما قال له الصوت صوت يعقوب لكن الايدين ايدين عيسو. فمرات الصوت حلو، مرات التعامل بتاعنا يعني ما بينمش على الصوت اللي بيطلع مننا، تعامل خشن، يعني الشعر ده خشن طبعا. فيعقوب اتعامل بطبيعة عيسو الخشنة لكن صوت يعقوب صوت ناعم. مرات أنا وإنتوا بيكون الصوت صوت يعقوب لكن الإيدين الأعمال الوحشة بتاعتنا أعمال عيسو. خادع خدع، مكر مكر، آسف أقول ويسامحني يعقوب اللي زي وزي كل المشاهدين، سرج سرج، لكن بالرغم من كل ده قرر في يوم من الايام، او مامته قررت وخططت، حبيبي مالكش عيش في المكان ده، مش هينفع تعيش في بئر سبع معانا لان اخوك هيقتلك. وده خلاهم ياخدوا الخطوه اللي بعد كده انهم يمشي يروح عند بيت خاله عشان يتجوز. قبل ما ندخل على المحطه الثانيه يا اخويا امجد، ناخد معانا تليفون وبعد كده نرجع للمحطه الثانيه. امين. الو الو، ايوه مين معانا؟ دكتور موريش. مين؟ دكتور موريش كلمه دبلها، يعني مش سامع حضرتك، مش واضح، ممكن شويه. دكتور موريش كلمه. اهلا بيك يا دكتور موريس، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل يا دكتور. اتفضل يا غالي. مساء الخير. مساء النور، اتفضل حضرتك، سامعين صوتك كويس، اتفضل. أنا فرحان ومسرور بخدمتكم اللي بتتقدم من جمعية خاص. ربنا يبارك. أنا بكون محتار كثير في معاملات مع يعقوب طوال حياتي. صحيح. الله؟ أنا سامع حضرتك، اتفضل. ممكن تتحرك شوية من الموبايل، من المكان اللي تكون فيه مكان فيه شبكة؟ اتفضل يا دكتور مع حضرتك. سامعني؟ اتفضل حضرتك. سامعني؟ سامع حضرتك، اتفضل. كنت بتقول مداخلات الله او تعاملات الله مع يعقوب، اتفضل. انا بقول ان انا فعلا فرحان ومسرور بخدمتكم اللي بتتقدم في البرنامج. شكرا لحضرتك. اهلا بيك. اتفضل اتفضل، سامعين حضرتك، قول مداخلتك على طول يا دكتور. ايوه، ربنا يبارك خدمتكم وربنا يبارك خدمتكم ويطلب الصلاه للاسره والولاد. امين، شكرا لحضرتك يا دكتور، رسالتك وصلت، ربي يباركك ويستخدمك. اخويا امجد، المحطه الثانيه، المحطه الاولى كانت بئر سبع. ايوه، تربيته تنشئته، من الواضح ان البيت ما كانش مظبوط، واضح الاب يميل ناحيه عيسو، الام تميل ناحيه يعقوب، عمل لخبطه كبيره، عمل شرخ كبير بين يعقوب وبين عيسو، اضطر يعقوب ان هو يهرب من بئر سبع. المرحله الثانيه، وهو رايح عند خاله في حران، تصادف انه بات في ليله من الليالي في بيت ايل. ايوه، وهو بيت الليله دي يعني هربان من اخوه عيسو،
وهربان من ضغط نفسي رهيب. اوعى تفتكر اللي بيعمل الخطيه ده يا اخويا حسام بيبقى مستريح، ده مضغوط نفسيا جدا طبعا. انه كذب على ابوه ده يعني لك ان تتخيل كان ممكن يتفضح مهما كانت مخططه رفقه للموضوع كان ممكن يتفضح طبعا. ايه اللي كان يمنع ان عيل صغير يدخل ويقول له ازيك يا عم يعقوب مثلا؟ ايه اللي كان يمنع ان عيسو يستعجل الدنيا بتاعته ويجي بدري في وجود يعقوب؟ كان ممكن. بس الكتاب المقدس كان دقيق جدا بيقول ولما خرج يعقوب دخل عيسو، يعني الله فضل حافظ يعقوب في هذا المشهد. هل الله بيصادق على الشر؟ اطلاقا اطلاقا، لكن الله شغال مع يعقوب. معلش الحته دي يا اخي امجد انا بس عايز نفكها اقول فيها يعني اتفضل اسالك فيها. طبعا بكل بساطه كان ممكن يعقوب يتفضح، بس ربنا نقدر نقول عليه ستر، سمح بهروبه. هو مش تأثير للرب على خطيئة يعقوب، لكنه نوع من أنواع الستر أو طول الأناة علشان في خطة وعمل وشغل أكيد هيبقى في حياة يعقوب. أكيد. حضرتك تتفق معي؟ أتفق مع حضرتك. ويمكن يعني مش معنى أن ربنا صابر على خطيئتنا اللي بنعملها في السر أن ربنا مش عارف، ده ربنا صابر ومنتظر عشان إيه؟ الله يستر لكنه لا يتستر. حلو جدا. فالله بيستر لهدف، لان في يوم من الايام هتكشف قدام نفسي زي ما هو حصل بعد كده، هتكشف قدام نفسي في نور حضره الله، وده اللي سمعناه من اخويا خادم الرب الفاضل اخ شريف. فهتوب. الله مستني اللحظه اللي فيها الانسان البعيد او المؤمن الضعيف يرجع. ما الفضيحه سهل جدا، فضيحه سهل جدا. الله عنده استعداد يعني بص من الاخر كده، السرائر لله والمعلنات لنا، مجد الانسان في كشف الامر ومجد الله في اخفاء الامر. فمجد ربنا انه يستر، مش هتستر، يستر. فهو ستر على يعقوب على امل ان في يوم من الايام يعقوب هيتوب ويتغير. معلش عايز اوجه فيها رساله للعزيز المشاهد، ربنا بيستر عليك بس مش متستر عليك. أيوة. ربنا بيصبر عليك على الخطيه اللي بنعملها في السر ومتماديه ليها شهور وليها سنين علشان حاجه واحده بس، عنده رجاء وعنده امل في توبتك ورجوعك للرب. وان لم يحدث، معلش انا اسف، وظل القلب قاسي وعنيد، الرب هيعمل ايه؟ هيكشف المستور. هيكشف المستور، وانت بتحصد نتيجه ما زرعت. ما زرعته. صح طبعا. صح. اتفضل يا خالد. ففي بيت ايل يعقوب نايم على حجر وفي قفر ارض خلاء خارب مستوحش زي ما بيقول لنا الكتاب المقدس، واذ فجاه يلاقي سلم منصوبه راسها يمس السماء. سلم ده في ملائكه طالعه ونازله. طبعا السلم هيكلمنا عن حاجتين في عجاله اقولهم سريعا. حاجه اجتهاديه بيكلمنا عن صليب المسيح، اجتهاديا اقول كده، اللي تربط بين السماء والارض. يمكن بنرنمها كتير يا اخويا حسام، بين ارض وسماء. يعني ايه بين ارض وسماء؟ يعني في يوم من الايام الرب يسوع المسيح اتعلق على الصليب بين الارض والسماء. صحيح. علشان يربط الارض بالسماء، يعمل مصالحه بين الله الاب وبيني انا. صح. ماسك ايدي وماسك ايد الله الاب بين السماء وبين الارض. تقصد كده حضرتك؟ ده الكلام اللي قاله يعقوب، قاله ايوب في سفره، أليس من مصالح يضع يده على كلينا ويصالحنا مع الله؟ فجاء المصالح، جاء الوسيط. صحيح. طبعا يعقوب غلبان وواجع وساقط وتايه وخايف وكل اللي عايز تقوله قوله، والمفروض من وجهة نظره السماء مش راضي عنه. لكن اللي حصل ايه؟ اللي حصل اني قال له بص حبيبي انا هصالحك بالسماء. هتعمل ايه؟ هيبقى في سلم تربط السماء بالارض، وملائكة الله مش نازلة وطالعة لكن صاعدة ونازلة. ده معناها انها ايه؟ انها كانت مع يعقوب في الاول وبعد كده طالعة، كأنها نبطشية بتسلم نبطشية، كأن ملاك الرب حال حول خائفيه. صحيح. وينجيهم. قولوا بص حبيبي بالرغم انك هارب لكن انا معاك، انا حافظك، انا مش هسيبك. دي النقطة الاولانية. لكن النقطة التانية بشوفها في السلم معاملات الله. يعني كان من المتوقع ان الله يمسك له العصاية، ده حقيقي. يعني انا لما كان ربنا يعني خدعت ابوك وزرعت زرعه سودة وضحكت على اخوك وسمعت كلام امك وعملت اللي ما يتعملش كله، وانت نعم. جيت هنا انا هنفرد بيك وهاخد حقي، ده الطبيعي. طبعا. على فكره مرات بنبص لربنا كده، يوم ما تجفل بينا الدنيا ربنا هياخد حقه مني. عارف حصلت في موقف من المواقف في ملوك الاول 17، افتكر الست اللي مات ابنها قالت لإيليا الكلام ده، هل جئت لتذكير اسمي واماته ابني؟ فبنفتكر كل الحاجات الوحشه
لما بنقع في موقف صعب. أتوقع أن نجال بخاطر يعجوب الكلام ده، لكن اللي حصل غير كده خالص. اللي حصل أنه شاف معاملات الله الرائعة. بس حبيبي أنا هردك، أنا هحفظك، أنا هديلك رهيبة. طبعا الرب أعطاها ليعقوب وهو جاي من الخطيئة، ودي حضرتك تتحط تحت مبدأ عمل الإيه؟ النعمة. معاملات النعمة. معاملات النعمة. صح. مفيش أحلى من نعمة. عايز أخد من أخويا أمجد من الكلام الحلو الدسم اللي مليان بكلمة الله. الصليب هو 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 عمل النعمة. الله بيصالحنا رغم عيوبنا وعدم أمانتنا. معانا تليفون. ألو. ألو. أيوة. أهلا وسهلا بيكي. ألو. أهلا. مساء الخير. مساء النور. مين معانا؟ مساء الخير. أهلا وسهلا. مين معانا؟ أنا بنت الرب. أهلا. أنا بنت الرب. أهلا بيكي يا غالي. حضرتك على الهواء، تفضلي. أنا عندي مشكلة عائلية، عايزة تربط صلاة من قدها. تفضلي حضرتك، معاكي. مشكلة في مشكلة في العائلة، ومشاكل بسبب الميراث ومشاكل عائلية تانية، مش عايزة أوضح. أرجو الصلاة من أجلنا يعني. أمين في اسم الرب يسوع. هنصلي من أجل حضرتك ومن أجل المشكلة، إن الرب يتلامس معاها ويحلها. شكرا لحضرتك ولمداخلتك. خلينا أخونا أمجد قبل ما نكمل وناخد محطة ثالثة، ناخد ترنيمة حلوة مع أخونا المرنم الحلو أخونا شنود. تفضل أخونا شنود. يرفعك الرب من وسط سقطتك ومن وسط تعبك. اكتب يكون في يوم يريحك الرب من تعبك وانزعاجك والعبودية القاسية التي استعبدت به. يلي بترفع بدك بيدك المليانة إحسان، يلي بتتقدم خطواته تحمي من الشيطان. أنا جاي لك وأنا بطرح نفسي يا سنيد التعبان، يلي بترفع بدك بيدك المليانة إحسان، يلي بتتقدم خطواته تحمي من الشيطان. أنا جاي لك وأنا بطرح نفسي يا سنيد التعبان، يا حبيب قلبي بكل القلب بجيلك يا غني في النعمة، انت ما فيش تاني. ما رني معايا قول يا حبيب قلبي بكل القلب بجيلك يا غني في النعمة، انت ما فيش تاني. يلي بترفع يلي بترفع بدك بيدك المليانة احسن، يلي بتتقدم خطواته تحمي من الشيطان. أنا جاي لك وأنا بطرح نفسي يا سنيد التعبان، ياللي بترفع بدك بيدك المليانة أحسن، ياللي بتتقدم خطواته وتحمي من الشيطان. أنا جاي لك وأنا بطرح نفسي يا سنيد التعبان، يا حبيب قلبي بكل القلب بجيلك يا غني في النعمة، ده ما فيش تاني مثيلك. يا حبيب قلبي بكل القلب بجيلك يا غني في النعمة، ده ما فيش تاني مثيلك. انت الأعظم وانت الأكبر مهما تكون أحداث، كلمتك انت الثابتة وبقية قدام قول الناس، واللي هيحصل بكرة وبعد مشيئتك فوق الراس. انت الأعظم وانت الأكبر مهما تكون أحداث، كلمتك انت الثابتة وبقية قدام قول الناس، واللي هيحصل بكرة وبعد مشيئتك فوق الراس. يا حبيب قلبي بكل القلب بجيلك يا غني في النعمة، انت مفيش تاني مثيلك. يا حبيب قلبي بكل القلب بجيلك يا غني في النعمة، ده مفيش تاني مثيلك. اللي في ظلك واللي في سترك ده ما يتخافش عليه، جرأة وحتى أتون وأسود بنفسك هتعدي، وهتصنع في حياته عجايب وإيدك بتعلي. اللي في ظلك
لك واللي في سترك ده ما يتخافش عليه، برقة وحتى أتون وأسود بنفسك هتعطيه وهتصنع في حياته عجايب وإيدك بتعليه. حبيب قلبي بكل القلب بجيلك يا غني في النعمة ده ما فيش تاني مثيلك. يا حبيب قلبي بكل القلب بجيلك يا غني في النعمة ده ما فيش تاني مثيلك. أسلم النهاردة من قلبي إن كل واحد فينا يقدر يرفع إيديه للسماء ويقول له يا حبيب قلبي. والكلمة دي ما تكونش مجرد كلمة طالعة من الفم، لكنها تكون تعبير من القلب يعبر عنها الفم بحياة وسلوك وقداسة نمشي بيها مع رب. قبل ما أرجع لأخويا أمجد أخذ تليفون علشان ما قطعكش في الكلام. ألو؟ ألو؟ مساء الخير. مساء النور. ألو مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا بيك. برحب بحضرتك، برحب بحضرتك وبالأخ أمجد. وبرسل تحية خاصة أنا نهال. أنا عرفتك من صوتك صدقيني أختي نهال، بتشرفينا مداخلتك ومباركة كبيرة، ربي يباركك. تعيش. أنا برسل تحية خاصة للأخ شريف اللي كلمنا كلمة ممسوحة بالحق وفي وقتها، وأنا متأكدة أنها جت فعلا يعني في وقتها لكثير جدا من المشاهدين. وبرسل تحية كمان النهاردة للأخ المرنم صاحب الصوت الجميل الرخيم المميز الأخ شنودة. دي بأمانة مش مجاملة، لكن صوتك يعني بجد رائع ومفروض يستغل أكتر من كده. والرب يبارككم ويعوضكم تعب محبتكم أضعاف أضعاف. أمين. باسم يسوع. أمين. الحقيقة عندي تعليق بسيط وسؤالين. فضل. التعليق إنه كلنا محتاجين لمقابلة الله مقابلات شخصية، والمقابلة المهمة هي قبول ما فعله الرب من أجلي ومن أجل حضراتكم على الصليب. طبعا. وأسلموا الحياة بالكامل، وبعد كده بقى تستمر المقابلات مع الرب لقبول التشكيل للإناء بتاعي حتى. صح. أصبح على صورته وعلى مثاله، زي ما الكتاب بيعلمنا أن كلنا يجب أن نكون مشابهين صورة ابنه. عندي سؤالين. السؤال الأول هو سؤال ملح بخصوص موضوع يعقوب، لأن كل القدام أو معظمهم بيقولوا عليه أنه كان مخادعا وملتويا في حياته وضحك على عيسو أخيه وأخذ البركة بالخداع. طب السؤال ليه الله باركه هو شخص مخادع؟ بل خليني أصعب السؤال، ليه الله من البداية قال أحببت يعقوب وأبغضت عيسو إذا كان ده بعلم الله السابق؟ طيب ليه ما بينطبقش المبدأ ده على كل الناس؟ باختصار الناس بيقولنا هو إلهكم عنده خيار وفقوس، ليه ناس وناس؟ طبعا احنا بنقول حاشا، لأنه ليس عند الله محاباة ولا تمييز، بس ممكن حضراتكم توضحوا. أمين أمين. سؤال حلو جدا أختي نهال بتسأله، هنجاوب عليه أخويا أمجد، بس يعني جالت إضافة رهيبة جدا أن الله وعد يعقوب بكل شيء. صح. إزاي وعده وهو شخص وحش؟ وأنا يعني حضرتك أكيد عندك إجابة، وكمان بتسأل سؤال تاني، أحببت يعقوب أبغضت عيسو، وكأن الله عنده خير وفجوس. هو ربنا عنده خير وفجوس؟ يعني أعتقد صعب جدا. معنا تليفون تاني. ألو ألو ألو. أيوة أهلا فندم، أنا جورج من القاهرة. أهلا بيك أخويا جورج، أهلا بحضرتك. تفضل يا أخي جورج، مع حضرتك تفضل. أنا كنت أول حاجة عايز أتقابل مع ربنا. أمين. أنا وصلت الكتاب المقدس إن كان حصلت حتى من 21/7، لكن نفسي ربنا يغيرني. أمين 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 أمين. أحلى، كل الاتصالات حلوة جدا. تفضل سامعك تفضل. يعني أنا محتاج إن ربنا يسكن في قلبي، نفسي كده أشوف لمسة الحب الإلهي بتاعته. بصلي الأول ما كنتش بعرفه، لكن من يوم 21/7 أنا بقيت أقرأ في الكتاب وموظف كل حاجة، وليا عشرة معاه لأن أنا عامل حد شغال في البيت، لكن لكن من ضمن جوال حلوة العشرة معاه. أمين أخويا جورج. أنا عايز أقول لك كل الاتصالات روعة، بس ده أحلى اتصال جاني لحد دلوقتي.
شخص بيصلي ان يتعرف مع الله. عايز اقول لك ان ربنا عنده اشتياق رهيب ليك وبيحبك وجاب لك ومش بيتعامل او هيحاسبك على كل اللي فات. كل اللي فات اتدفع ثمنه في دم يسوع المسيح على الصليب، والرب شايف اشواق قلبك. انت كل اللي محتاج تعمله انك تصدق ان الرب بيحبك وعايز يغيرك. انا هستاذنك اخويا امجد هيصلي وصلاه قصيره جدا وانت تصلي وراه. مش معنى ان الصلاه دي خلاص، بس احنا بنحطك على طريق البدايه، تبدا تقول له يا رب انا ببدا معاك مش وقت الحادثه بس، ده لما هجوم وهرجع بالسلامه لحياتي انت الهي وحبيبي وشريكي. صلي مع اخويا امجد. اخويا جورج لو معايا على الهوا صلي معايا بسرعه. طب ليه طلبتني؟ اتفضل. ماشي. وليه طلبتني؟ صلي من قبل عندي كسر في الحق الفوق وهروح للدكتور من 3/10. صلي. انا واثق ان ربنا هيغير. انا بتطبع حاجه ويا في اسم الرب يسوع بنصدق بقوه الروح القدس ان الرب يتلامس معاك وكسر الحوض. الدكتور يطمنك ويسمعك اخبار طيبه. صلي مع اخويا امجد الصلاه دي وهو كمان هيصلي لك من اجل القصه دي. اخويا جورج استاذنك صلي ورايا الصلاه البسيطه دي. يا رب يسوع. حاضر. يا رب يسوع اشكرك. اشكرك لاجل محبتك. لاجل محبتك يا رب. يا رب اقبل توبتي. اقبل توبتي من النهارده. النهارده انا عايزك تسكن في قلبي. تسكن في قلبي. اغسلني بدم الصليب. اغسلني بدم الصليب يا رب. اشكرك يا رب. اشكرك لانك قبلتني. انك قبلتني. امين. يا رب انا بصلي من اجل اخويا جورج يا رب انك تمد ايدك بلمسه شافيه جميع الذين لمسوك نالوا شفاء. انا بصدق يا رب انك هتطمنوا خير على كسر الحوض يا رب في اسم الرب يسوع. الفتره اللي جايه تشهد عن قوه معاملاتك في حياته وعن اختبار قوي جدا يا رب يشهد بيه عن صلاحك وعن قوه شخصك يا رب في التعامل مع هذا الامر. لكل المجد امين. امين امين. مدخلات قويه. عايز اقول لك عندنا كم تليفونات رهيبه، بس انا مش عايزين نفقد الموضوع الحلو وناخد كمان ونكمل. برضو بشجع الساده المشاهدين كملوا معانا واتصلوا بينا. متباركين جدا. لو في حاجه حلوه برنامج كله حلو، لكن احلى حاجه في البرنامج هو تواصل حضراتكم. عايز كمان اقول للناس اللي مش بنصلي معاها على الهواء، طبعا صعب نصلي مع كل الناس على الهواء مباشره، عندنا مجموعه صلاه بتاخد الطلبات دي وبتصلي بيها. احنا بنصدق ان الرب يقدر يستجيب لكل طلبه صلاه. لو اتفق اثنان منكم على شيء سيننونه. خليني ارجع لاسئله الاخت نهال وانا حابب نجاوب عليها. هي بتقول اني ازاي ربنا يبارك شخص مخادع. اولا يعني يبارك شخص مخادع هو يعقوب مخادع ونحن نتفق في ذلك، لكن بركه ربنا مش مرتبطه بخداع يعقوب، لكن مرتبطه بسياسه الله، والله ليه فكر هيتعامل بيه مستقبلي. لكن هي اثارت نقطه صغيره قالت بفكر او بعلم الله السابق، وده شويه يوديني للآية اللي قالتها الأخت نهال. طبعا الأخت نهال متشكرين لمداخلتك، لكن عايز أقول الآية اللي هي أحببت وأبغضت دي جات في سفر ملاخي، ومش دي بسبب علمه السابق، لكن دي بسبب تاريخ عيسو المزري. يعقوب انصلح حاله بعد كده. يعقوب بعد معاملات الله معاه واتكشف ورجه قدام ربنا، وبعد ما اتجابل معاه في فنوئيل وغير اسمه وغير ملامح حياته، ابتدى يتغير، وزي ما هنشوف في المحطات اذا الوقت اسعفنا طبعا. وكمان اضيف على كلام حضرتك، هو مين ربنا باركه ما كانش فيه مشكله؟ يعني دي نقطه ثانيه طبعا. من اول ادم. أشكرك. امشي كده طول الكتاب هتطلع يعني امثله بسيطه لم يذكر الكتاب عنهم خطيه زي دانيال مثلا، لكن مثلا يوسف مثلا لو هتكلم عن يعقوب، ابراهيم ابونا ابراهيم اللي بدا معاها الله البركه، اسحاق نفسه ابراهيم عنده مشاكل كتيره وقعدنا عايزه حلقات. عايز اقول ان كلنا في الموازين الى فوق الجميع زاغ وفسدوا، لكن نعمه الله بتنظر الى مش العيوب اللي فينا، نعمه ربنا باصه الى ان كلنا مقبولين في عينين الله حتى برغم عيوبنا. خلينا ندخل على المحطه الثالثه، محطه حران. حران. محطه حران دي انا بشوف فيها ثلاث حاجات. ايه اللي حصل في حران؟ هو طلع من بيت ايل راح عند مين؟ عند خاله. عند خاله اسمه لبان. لبان. خاله اسمه لبان في حته اسمها حران. اتفضل. هناك
طبعا حصلت حاجة غريبة ان يعقوب عايز يتجوز، وغالبا حد خادم رائع دكتور محب نصيف انا حابب اذكر اسمه في كتاب امير الله يعقوب، كتب لنا ان يعقوب يوم ما اتجوز كان عنده غالبا 77 سنه، فما اتجوزش سنه صغير يعني، وهو حاسبها في الكتاب بتاعه، فاللي عايز يرجع للكتاب ويشوف محسوبه ازاي. فيعقوب راح واتقابل مع رحيل، دخلت جوه دماغه، حب البنيه وحب يرتبط. طبعا شباب كتير بيتفرجوا علينا دلوقتي ومقدمين على خطوه الارتباط، وسؤال: هل غلط ان الواحد ياخد واحده جميله؟ اطلاق لحجك انك لما تيجي تتجوز واحده مش بالضروره تحطها في باترينا، لكن تكون انت جابلها وهي جابلاك، فبالدرجه الاولى في حاجه اسمها القبول، ومفيش حق، وربنا ما عندوش مشكله في الحب طبعا اللي مبني على النور وعنده الجواز. الشباب فاكرين ان احنا بالنادي يعني لا طبعا طبعا مشكلة. احنا عندنا مشكله في النور، اهم شيء في النور على ما اسمع ومرأة من الاسره، ولما يكون في سن معين وعلى اخره طبعا امور كتير. بس انا حابب اقول فكره الارتباط، اصل في واحد يقول لك ايه ربنا كان عايزه يتجوز ليه، كان عايزه يتجوز ليه، ليه؟ لان ليا دي اللي جا منها يهوذا، اللي بعد كده جا منها الرب يسوع المسيح، الناس للملك. لكن هي الفكره مش في كده، الفكره ان الاربعه اللي جوازوا، على فكره يعقوب اتجوز اربعه، الشرع كان محله الاربعه، فلما اتجوز طبعا هو حد يتجوز اربعه، هي واحده بس، ده كلام الكتاب المقدس. لكن لما اتجوز اربعه، الاربعه دول خلف منهم 12 عيل، وغالبا ال 12 دول اللي هم ال 12 سبت، وده بحسب فكر الله 12 ولد وبنت زي ما هيجي الكلام بعد كده. فيعقوب اتجوز، قصه جوازه ان يتزوج، وده الخطا، ان يتجوز بمرأة عينيه. مش غلط ان انا يعني يكون ليا احتياجات خاصه وتترجم في الارتباط، لكن مش احد الارتباط فقط في الجمال. للاسف الشديد يعني هو دور على الجمال وما استمتعش بيه. يمكن رحيل اول واحده ماتت في الطريق، صحيح، يمكن رحيل كان السبب، نكد هي والاربعه مع بعض في خلافات زوجيه باستمرار، كانوا بيتصارعوا على يعقوب مين يمتلك يعقوب، فما استمتعش بالزوجات الاربعه. يعني تخيل يبقى واحد متجوز واحده وكم الصراعات، الأخ يعقوب متجوز أربعة، فيعني أنا متوقع شكل البيت أو شكل الخيم، أكيد كانوا خيم. عامل إزاي؟ فأنا يعني أكيد كانت يعني حياته مرار وفيها صعوبة، هل بس مشكلة جوازه ولا في مشاكل تانية كان ليها نتائج بعيد عن جوازه؟ طبعًا يعني هو اتجوز، ولما اتجوز الأربع خلف 12 ولد وبنت، ف 13 عيل. يعني أنا عندي أربع عيال وتايه بينهم، وغالبًا كان في مناقشة بينه وبين حضرتك قبل الهواء، صعب جدا طبعا. فازاي كان بيتعامل؟ هو غالبا كان رجل اعمال ناجح، بزنس مان، فما كانش دريان ببيته ولا دريان بعياله، للدرجه اللي فيها ان عياله طلعوا بشكل مزري. يعني انا اسف، يعقوب وهو بيتكلم عن عياله في تكوين 49 بيسميهم اسماء جنينه حيوانات، تحس انك مش في بيت لكن في جنينه حيوانات. يقول عن واحد اسد، يقول عن واحد ذئب، يقول عن واحد افعوان، يقول عن واحد حمار جسيم. ايه ده يعقوب اللي وصلت له ده؟ اتاري يعقوب، يمكن يعقوب اللي كان مدلل عنده ومحبوب شويتين وعمل له قميص ملون هو يوسف، لكن غير كده الباقيين كانوا في كفه تانية. مين نجرى عنه ان كان ليه قعده مع يعقوب؟ ودي كلمه اقولها للبيوت، معلش سامحوني، وانا بيت من ضمن البيوت اللي بتكلم ليها. دخل الانترنت حاليا في البيوت، والناس كلها تدخل البيت يا اخويا حسام، تلاقي الاب ماسك الموبايل والام ماسكه الموبايل والولاد ماسكين الموبايل او التابلت، وعايشين كل واحد صدفه في الصاله او لما الراوتر يعني ايوه لما الكهرباء تقطع. ايه ده، انت كبرت حبيبي، بقيت عندك 20 سنه ما كنتش حاسس بيه. الناس كلها قاعده مع بعض وماسكه الموبايلات. وكمان عايز اضيف حته عشان ناخد تليفون في موضوع تربيه الاولاد. الاباء اللي ناجحين في الشغل بركه كبيره وبيامنوا مستقبل اولادهم، لكن في نفس الوقت ما بيربوش اولادهم، مش بيستمتعوا بيهم، مسافر سنين طويله، بيجي لاقيهم كبروا. يعني انا اعتقد ان الرب مدينا الاولاد علشان نستمتع بيهم ويستمتعوا بينا، نربيهم في مخافه الرب. الفلوس مش كل حاجه، صح طبعًا كده؟ طبعا طبعا. مشكلة الناس حاليا يقول لك أنا أأمن ليهم مستقبلهم، وفي نفس الوقت عايز يشكل عياله بنفسه، عايز يطلع عياله على مزاجه. لسه كنت بتكلم في مقولة كنت جريتها عجبتني جدا، ولادنا مش هيطلعوا زي ما احنا عايزين، ولادنا مش هيطلعوا زي ما احنا عايزين، لكن ولادنا هيطلعوا زي ما هم شايفين. صح، حلوة. فإذا كانوا شايفيننا في البيوت بنقرأ كتاب وبنصلي وبنحضر اجتماعات ولنا خلوة،
طباعا هتطبع الصوره دي في اذهانهم وهيطلعوا زي ما هم شايفيننا. لكن كتير بنمسك العصايه وعايزين اولادنا روح الكنيسه اقرا في الكتاب صلي. هو ما بيروحش الكنيسه هو بيشرب سجاير ما تجيبش سيره مش عارفه ايه. فبندي اولادنا بيجلدونا مش بيسمعوا صح بيسمعوا كلام. قبل ما اخد كلامك حلو يا خالد ربنا يباركك صدقني بتقول كلام حلو وعملي ويعني عايز حلقات بس مكالمات. معانا الساده المشاهدين اللي غاليين على قلوبنا معانا تليفون. الو اهلا مساء النور مساء بحضرتك. الو ايوه يا فندم اهلا وسهلا بيك. مايكل معانا. اهلا بيك اخويا مايكل اسفين على التاخير. لا ما كان عندي طلب الصلاه الصراحه من اجل مرات اخويا ريهام نذيف. هي لها اورام وعملت عمليه وحاليا حالتها متاخره عمليه يعني هي بعد ما اتشالت الورم انتشر في جسمها بعد الاستراحه الثانيه. امين اخويا مايكل. العمليه في الفتره دي هي معلش انا حابب ان انا اقول لك كده حاجه حصلت معاها بس ان هو حلم شافت السيد المسيح ومعاه المراه نزفت الدم وجابت لنا النهارده بدايه الشفاء. في اسم يسوع. في اسم يسوع. بعديها بيومين حلم ثاني سمعت في صوت بيقول في وقتي اسره بيتي مع خاطر. انا سامع حضرتك يا اخويا مايكل اتفضل. ماشي. برضو انا من الاسبوع اللي فات ده يوم الاحد اللي فات ده رحنا جبنا لها دم كان عندها انيميا وعدينا على كاتدرائيه سان ملك الامبراطوري استمرها روحنا بالليل انا معلم لها كيس الدم وبص في كيس الدم دي صورة المسيح في كيس الدم. امين. انا شايف ان في اشارات حلوه جايه من السماء ان الرب يتلامس معاها واحنا بنصدق في قوه الصلاه ان الرب يتلامس معاها زي ما انت قلت عن نزفه الدم وهي امراه بتنزف ليها 12 سنه لكنها لما صدقت في لمس هود بيسوع الرب شفاها. هنصلي ليها اخويا الغالي انا كتبت اسمها وهنصلي في نهايه الحلقه كل طلبات الصلاه واوعدك انها تتحط في مجموعه الصلاه ونصدق ان الرب يلمسها ويرجع شجعنا وقول ان الرب عمل معاها معجزه. الرب يباركك يا غالي. الرب معاك. الرب معاك. وحشتنا يا اخونا شنوده. يلا ناخد ترنيمه كده نتبارك بيها ونرجع مره ثانيه يا اخونا امجد. بالنسبه للبركه في حياه يعقوب ما كانتش متوقفه عن حاله يعقوب لكن كانت متوقفه عن امانه الله. الترنيمه اللي جايه بتقول اله الامانه عظيم الصنيع يا ملجا يا قوه. وانت بتبتدي تسمعني يا عزيزي المشاهد شارك معايا. الله امين جدا جدا تجاهك رغم ضعفك ورغم تعبك. إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المانيع. إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المانيع. يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع. تمر السنين وتفضل أمين يا ربي وإلهي قدير والمعين. تمر السنين تفضل أمين يا ربي وإلهي قدير والمعين. إلهي الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع. إلهي الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة ستر المنيع. يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع. بنلجأ إليك
على طول بنلاقيك، وظروفنا وهمومنا نرميها عليك، بنلجأ إليك على طول ونلاقيك، وظروفنا وهمومنا نرميها عليك. إلهي الأمانة عظيم الصانع، يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع. إلهي الأمان عظيم الصانع، يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع. يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع. في وقت الجروح والخوف والطروح بنجيلك يا غالي يا غالي ألمنا يروح. في وقت الجروح والخوف والطروح بنجيلك يا غالي ألمنا يروح. إلهي الأمان عظيم الصانع، يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع. إلهي الأمان عظيم الصانع، يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع. يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع. أمين أمين أمين. إلهي الأمانة هو أمين. طب إحنا للأسف مش أمنا. طب أمنتوا تتهز بعدم أمانتنا؟ لا، إلهنا عظيم سيظل أمينا إلى الأبد. اللي بدأ معانا هيكمل. أشجعك النهاردة حتى لو ما كنتش أمين ترفع عينيك على إله الأمانة، هيخليك تعيش مع أمين. ناخد تليفون أخويا أمجد خد. معلش ونرجع تاني لحضرتك. معانا تليفون. ألو ألو ألو. أستأذنك اسمعيني من التليفون. نعمات مع حضرتك. اهلا بك يا اختي نعمات، اهلا وسهلا بك، اتفضلي. ايوه انا عايزه تلبس صلاه للشفاء. امين. شفاء ركبي فيها خشونه جامده، مش قادره امشي، مش قادره اتحرك، وعندي سكر وضغط، تعبانه قوي. امين اختي نعمات، الرب يتلمس معاكي. امين، الرب يلمسك ويشفيكي. امين في اسم أمين. الرب يسوع، الرب يلمسك ويشفيكي، ربنا يبارك خدمتكم. شكرا لحضرتك. شكرا، ربنا يبارك خدمتكم. شكرا لمداخلتك، متشكرين جدا. شكرا، رب يباركك، رب معاكي. اخويا امجد، خدنا مع بعض في حران قصه ارتباطه، وخدنا تربيه اولاده. انا يعني قبل ما اكمل، نفسي انا كامجد داوود وكل الاباء يعتذروا لأولادهم عن كل وقت ما عرفوش يقضوه معاهم. في حاجتين، في حاجه اسمها الكواليتي تايم، وفي حاجه اسمها التايم. يعني احنا بنقضي وقت كبير ممكن، لكن مش وقت مفعل. صحيح. فاحنا نفسنا ما نبقاش زي يعقوب، لكن نقعد مع اولادنا، نحب اولادنا، نهتم باولادنا، نشبع الخزان العاطفي عند اولادنا، عشان اولادنا ما يبقوش زي اولاد يعقوب في يوم من الايام. يعقوب للاسف الشديد حصاد مرير في عياله. طبعا كلنا عارفين ان مبدا الزرع والحصاد ده بالدرجه الاولى، لما جه الكلام عنه في رساله غلاطيا، هو مبدا ايجابي. لما نزرع للخير هنلاقي حصاد. صحيح. لكن هو مبدا كتابي، مبدا الهي، فينفع ايجابي وينفع يكون يتاخد على الاتجاه السلبي. فيعقوب زرع، وزرعته كانت صعبة جدا، زرعة صعبة مع أبوه، وحصدها كلها من خلال يا ريت نرجع لصفحات الوحي، لأن مش هتسعفنا الوقت القليل. رأوبين، شامعي، شمعون ولاوي، ولاوي جتلوا أهل شكيم، ودينا، وبعد كده دينا البنت الوحيدة، قصة يوسف، لما اولاده راحوا خدوا كتير جدا، كتير جدا، اولاده اغلبهم. وده كسر قلب يعقوب فعليا. صحيح. وفي كل مره شاف فيها حاجه بتحصل، اكيد كان بيرجع بالذاكره ويفتكر انه عمل ايه. يعني مثلا على سبيل المثال الحصر، لما حط على ايديه شعر المعزه علشان يخدع ابوه ويقول له انا بكرك عيسو،
بنفس الطريقة اتخدع في يوسف. صحيح. عياله ذبحوا جدي، يعني اتوقع ان بيقول له بص حبيبي انت خدعت ابوك بجدي واديك بتتخدع بجدي. خدع ابوه قال له انا بكرك بالرغم انه ما كانش البكر. فراح عند خاله علشان يتجوز، قال له عايز رحيل، قال له حبيبي ما ينفعش، ما عندناش ومش مبادئنا ان نجوز الصغيره قبل الكبيره، لازم تتعلم انك تحترم الاكبر مبدا الكبير وهكذا. فاللي زرعه حصده، مبدا الزرع والحصاد. يمكن في ناس كتير شايفانا دلوقتي وبتخاف وتقول يا اخ امجد يعني هل انا زرعت هل هحصد؟ طبعا ده يقول لنا من خلال صفحات الوحي برضو نعرف ان مبدا الزرع والحصاد لازم اكون انا خططت وانا بزرع. اتنين، مش بس خططت لكن طبعا الحصاد من نفس النوع، الحصاد في السر لكن سوري الزرع في السر لكن الحصاد في العلن. لكن حاجه تطمنك شويه وتطمني ان ملف القصه كله في ايدين ربنا اللي هو ارحم من ارحم واترأف من على من اترأف. فالدوسيه بتاعك وبتاعي عند ربنا اللي كاشف المستخبي كله واللي على اساسه بيحكم صح في حكايه الحصاد. مين اخويا امجد قبل ما ندخل على المحطه الخامسه محطه فنوئيل؟ خليني اخد كام تليفون وبعد كده ارجع لحضرتك. الو 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 ايوه اهلا وسهلا بيك. الو ايوه انا مين معايا؟ منال سهاج مع حضرتك. منال سهاج. منال سهاج. اه اتفضلي حضرتك معاكي. انا كنت عايزه اشهد عن معاملات ربنا معايا من خلال البرنامج. كنت بعت له ضغوط كتيره جدا من خلال البرنامج، وكان في شيخنا للاخ جون كان بيتكلم ان وسط الضغوط الله بيبقى جوه المشهد. الكلمه دي خدتني لمرحله يعني حلوه خالص، يعني مناسبه قوي الحلقه، خدتني في محطه ثانيه بره التفكير ان ربنا معانا. هللويا مجد للرب. ان ربنا كان بينبهني ان انا ارجع الخدمه بتاعتي، لان انا كنت بخدم قبل كده في ست الخدمه الوقت يعني. شجعك انك ترجعي للخدمه. امين امين امين. اخبار مفرحه، نصلي انك مش بس المحطة التانية، ده احنا عندنا محطات كتير مع الرب، نهر السباحة لا يعبر، محطات الرب مش خلصانة. فزي ما الرب يكلمك على خلال وعزة الاخ جون عادل، صلي انك تاخدي خطوة تانية، ترجعي لشركة حقيقية معاه، وترجعي كمان لخدمتك وتكوني مؤثرة في ملكوت المسيح. من التلفونات يا اختي منال اللي شجعتنا جدا النهاردة، اصلي ان الرب يباركك ويبارك بيتك ويستخدمك لمجد اسمه. وده كمان المادة اللي حضراتكم بتقولوها لنا بتشجعنا للأمانة، بنبقى محتاجين نسمع هل في تجاوب في ثمر. فبشكرك مرة تانية وبشجع السادة المشاهدين، أي حد الرب بتلمس معاه بكلمة من خلال وعظة، بكلمة برسالة خاصة لي، بشفة، بأي أمر عرفت الرب من خلال البرنامج، اكتب لنا على الصفحة صفحة جديدة أو على صفحة الكارما، أو ادخل اعمل مكالمة مش هتكلفك أي حاجة بس هتشجعنا وهتشجع المشاهدين. شكرا ليك يا أخت منال، الرب يباركك. معانا كمان مكالمة تانية. ألو ألو. أيوة لا لا مساء الخير. مساء النور. لا لا مش حاتم من اسيوط يا الاخ نادر. الاخ اسحاق اهلا بيك اخ اسحاق، واهل اسيوط احسن واجدع ناس الاسيوطي. الله يخليك الله يخليك يا باشا. اهلا بيك اتفضل. معايا كان يغسل وما غسلش، والحمد لله ايه جبت رجليه ما فيش يقوم منهم متلختي. عسل بالشفاء، ربنا يشفيه ربنا يشفيه. امين امين في اسم الرب يسوع. امين امين. حسب ايمانك يكون ليك، نصلي لك يا اخويا اسحاق. بس عايز اسالك يا اخويا اسحاق لو انت معايا على الهوا، اخبار علاقتك مع الرب يسوع ايه؟ الو اخ اسحاق. اشكرك، من واضح ان المكالمه انقطعت. عايز اقول واشجع تاني الساده المشاهدين ان كل طلبات الصلاه احنا انا بكتبها مع حضراتكم، بتروح لفريق صلاه بيصلي لهم، اللي بنقدر نصلي له في الحلقه بنصلي له، وبنصلي في اخر الحلقه اخويا امجد هيصلي لاجل كل الطلبات، لكن كمان هتروح لوسط مجموعه صلاه هنصلي فيها. معانا تليفون تاني. الو الو. ايوه ايوه انا بنت الرب من كندا. اهلا بيكي بنت الرب.
أنا كان عندي بس مداخلة صغيرة. فضلي. يعني أنا برد فيها على رأي مدام نهال. إنه الله ما عندوش خيار وفاقوس وما عندوش تمييز، لأنه الله من البداية عارف يعقوب وعارف عيسو، ومع ذلك كان ممكن يخلي يعقوب هو البيت ويديله البركة من الأول ويوفر التعب ده كله، لكن الله أمين إنه إدى لعيسو الفرصة إنه هو كان البكر. صح. وكل البركات البكورية وبركات الروحية كانت ليه، لكن هو بإيده. صح. أو هو بإرادته تخلى عنها، فده عدل الله. إن أنا بالرغم إن أنا عارف إن أنت مش هتحافظ عليها، لكن أنا اديتك فرصة تثبت لي عكس اللي أنا، وده عدل الله. شكرك جدا. واتنقلت لي لواحد تاني هو الاثنين. انا عايزه اقول ده غلطان وده غلطان وده خاطئ، كلنا في خطيه، لكن اللي بيقدر الحاجات الروحيه وبيحافظ عليها وعايز يقتنيها اكيد بيبقى ليه اولويه عند ربنا. كلام محترم جدا جدا جدا. اختي بنت الرب من كندا، حضرتك بتقولي حقيقه كتابيه، الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. ربي يباركك يا غاليه، ربي يباركك. اشكرك. خلاص معانا اخر تليفون اخويا امجاد، اخر تليفون. الو الو. طيب اخويا امجد، محطة الخامسة، محطة فنائيل او فنوئيل. بس قبل ما اخد المحطة دي لازم اعقب على المداخلة الرائعة اللي اشارت اليها الاخت بنت الرب. حقيقي عيسو بيشابه ناس كتير. صح. الله اداله، وهو اللي اداهوله ده ما استفادش منه، وده صوت ربنا لكل عيسو دلوقتي. اخويا اللي بتسمعني، ربنا ادالك مش ما ادالكش، بالعكس ان كان ليك مميزات اكتر من يعقوب. انت اللي رفضت. عيسو احتقر وباع، ولما جه بعد كده علشان ياخد صرخ صرخه عظيم على فكره، يمكن صرخه مدويه، وبكى وقال لابوه ما عندكش بركه تاني يا ابي. قال له خلاص خلص يا حبيبي، ما كانت قدامك، ما ربنا كلمك بطرق كتيره بس انت اللي رفضت، ما كانت في ايدك انك تقول له ارحمني انا الخاطي، بس انت اللي استهترت. صحيح. واستهزأت غير عالم أن لطف الله وإمهاله إنما يقتادك إلى التوبة، لكن من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضب في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العدل. الله ما عندوش خيار وفقوس، الله بيحبك ومدد لك إيده ولسه بيدور عليك وجاب لك وبيقول لك وإيدي إليك ممدودة برحمة غير محدودة، بس اوعى تجسي قلبك لا تضيع الفرصة. وده اللي هنحكي فيه في نوئيل. يعني يعقوب كل المحطات اللي فاتت فيها عك. أيوة. المحطه دي بقى، المحطه دي محطه ايه؟ محطه شغل فنوئيل واللي حصل فيه. يعقوب وهو طالع يعني ما بين السندان والمطرقه، هربان من لبان، من لبان ورايح، وداخل على عيسو اللي هو الماضي بتاعه الشرس اللي هو خايف منه. طبعا هو انت فكرك ان ده عامل حساب المجابله دي وقاعد يخطط ليها وقسم الولاد جيشين وخلى شويه هنا وشويه هنا وبعت هديه علشان يسترضي هدايا وجه عيسو، يعني تقدر بالملايين في الوقت الحاضر. ايه يا عم ده؟ بس يعني خايف وقلقان، خايف وقلقان، هربان من خاله لبان وخايف من وجه اخوه عيسو. طب يعمل ايه؟ الحل زي ما كنا بنتكلم قبل الهوى، الحل في حلم ولمسة. الحل في حلم ان اللي انت خايف منه الله مسيطر على الاحداث. الكلام ده بقوله لنفسي قبل ما اقوله لحضرتك. الله مسيطر على الاحداث وملف الامور بين ايديه. تخافش، ما تخافش. لبان الشرس الشرير اللي كان ممكن يعمل امور صعبة في عجوب. يعقوب قال في وقت من الاوقات انا نفر قليل، يعني صحيح. انا يطلع ايه يعقوب ده قدام لبان والناس اللي جايبيها؟ لكن تخيل حضرتك يقول له كده، بص يا يعقوب ما تخافش. ليه؟ لان الهك ظهر ليا في حلم البارحه وقال لي ايه؟ لا تكلم يعقوب لا بخير ولا بشر، ولا بشر. يعني بص من الاخر كده، يا لبان لا الشر بتاعك عايزينه ولا كمان ولا الخير. الخير عايزينه، مش عايزين اي حاجه تيجي من سكتك. بس عايز اقول لك الله مسيطر على الاحداث. اللي شاغل بالك واللي تاعب فكرك واللي ارهقك في التفكير واللي بتاخد فيه بجالك كام ليله وتعبان ومضغوط وما بتنامش
من كتر التفكير لبان، الله هيظهر له في حلم، الله هيغير مسار القضية، هتبقى في صفك ولصالحك. الله عنده استعداد يجلب دفة الأمور يوم ما يلاقي فيك إنك ناوي تتغير وعايز تتغير. لكن مش بس حصل مع لبان حلم، لكن حصل مع عيسو لمسة. زي ما قلت إن أخونا يعقوب حضر هدية محترمة وقال لهم بصوا لو سألكم قولوا دي هدية بعتها عبدك يعقوب لسيدي عيسو. يا على فكرة كلمة صعبة جدا وتكسر القلب وتوجع. يا يعقوب ده انت مكانتك كبيرة، ده انت وضعك قوي، ده انت اللي المفروض جاله كبير يستعبد لصغير، ده اللي هو المفروض يبقى عبد عندك. تقول سيدي عيسو عبدك يعقوب، شفت الحالة اللي وصل ليها يعقوب ايه؟ لكن برضو حتى عيسو الله تعامل معاه بلمسة، للدرجة اللي فيها ان يعقوب قال له انا شايف وش ربنا فيك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المشكلة الكبيرة اللي انت عايل همها هتشوف ايد ربنا من خلالها. امين يا رب. هتشوف مخطط الله العظيم، هتشوف أمين. مخطط السماء اللي مش هيفشله انسان. صحيح الشيطان بيحاول يعوج او يفسد سبل الله المستقيمة، لكن ما يقدرش. الله له خطة ثابتة كاملة مش هتفشل. امين اخويا امجد. عايز اقول اني مشكلتين، الرب مرات بيسمح بالظروف الصعبة علشان تقعد معاه، وده اللي حصل. يعقوب راح تقابل مع الرب في مخاضة يبوك وعمل إفراج، والرب يمكن ضربه زي ما قال أخويا شريف سعد، بس أي. علشان يكسر جواه حاجات كتيرة. ناخد معانا تليفون. ألو، مساء الخير. مساء النور. مين معك؟ أبو مهند من الأردن. أهلا بيك أخويا أبو مهند من الأردن. لدي كلمة بسيطة تقول إله الرجاء، لأنك أنت رجائي يا سيدي الرب، متكلي منذ صباي، مزمور 71:5. يتساءل يعقوب أين أجد الرجاء، أين أجد الرجاء في هذا العالم، في هذا العالم الميؤوس بروحه. شعرت باضمحلال صورة هذا العالم وغلبه على أعتي، فأجيبت كل أسئلتي وأدركت غرض وجودي على هذه الأرض. عندما سقط الإنسان في العصيان وبدأ يتألم من جراء الخطيئة، كان الله يكلمه ويذكره دائما بمعنى وجوده على هذه الأرض. هذا كان يحصل مع يعقوب. صحيح. شكرك أخويا أبو مهند. شكرا لمداخلتك. شكرا لمداخلتك وإضافتك. معنا تليفون تاني. ألو، ألو، وده آخر تليفون معنا. وطبعا أنا واثق إن في كان مكالمات كتيرة جدا في الحلقة، وبنعتذر لكل المكالمات حقكم علينا ما بين الحلقة والترانيم وما بين تلفونات كتيرة جدا. شكرا لمحبتكم، وبصلي إن رب يبارك ورب سامع كل طلباتكم. ممكن تكتب طلبة الصلاة على صفحة الكارما على البرنامج أو في صفحة جديدة، أوعدك إن إحنا هناخد طلبة الصلاة بجدية. ألو، ألو، مساء الخير. مساء النور. مين معانا؟ إزيك؟ ربنا يباركك. أنا بنت الرب من أسيوط. اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يبارككم ويستخدمك يا اخو وسام. شكرا. وسام وربنا يبارك خمسة والاخ شنوده، ربنا يتمجد. كنت عايزه اتكلم عن محطات يعقوب الفاسو، لكن الله ما سابوش. انا عايزه اشكر الرب على اللي صنعه معايا في حياتي. انا كان في مشاكل مع جوزي، وصلنا للمحاكم لمده 6 سنين، وبعد 6 سنين الرب عمل عظيم. رجعت بيتي. أشكرك يا رب. أنا بشكر الرب الصالح، ليه مجد وليه قوة وليه وقت والسعاد، لما صالح وأمين رغم كل التعوجات اللي تعوجت في حياتي، لكن الله تقدير عظيم. أنا طالبة منك تلقى الصلاة. ربنا يتعامل مع جودي التغيير، وشكر الرب في البيت. أنا بصلي وصلي جامد، والله يتعامل بطريقه انا ما اعرفش حياتي مشيت ازاي، لكن كل اللي عارفه ان ايده
كبيره وإذا الله عظيمه. أمين. وربنا يبارككم انتوا رجال الله الفاضلين، كلمتكم واصله لقلوب واراضي بجد تكون صالحه امن الرب فيها. اشكرك جدا تغيير واشوف الرب يعلي. اشكرك جدا، ربنا يبارككم جدا ضروري جدا. شكرا جدا لحضرتك. انا عايز اقول للساده المشاهدين انا ما زال الرب يعمل، الرب اللي موجود من البدايه هو هو امس واليوم والى الابد والى الابد. بيت وصل للمحاكم الرب رده تاني، عندنا قضايا كثيره جدا في المحاكم، بيوت خربانه في الخدمه بنشوفها، يا رب بنرفع طلبه صلاه بنصرخ من اجل كل بيوت منقسمه في اسم الرب يسوع المسيح. كل زوجه وكل زوج يرجعوا مره ثانيه، الاولاد بتدفع الثمن، ترجع لاولاد ثانيه تتربى في مخافتك. انا بصدق يا رب انك اله عظيم سامع الصلاه، كنت تعمل وما زال تعمل وستعمل في اسم ابنك يسوع المسيح. رد كل سبي في كل بيت مسيحي يا رب. يا وليك رب. كل المجد. اخر مكالمه. الو السلام عليكم. مساء النور، مين معانا؟ مبارك يا حسام، معاك سلام وصبري من اسيوط. مين؟ سلام وصبري من اسيوط. اهلا بيك يا اخويا سلامة. اسيوط تكسب النهارده، معانا مكالمات كتيرة جدا. اتفضل يا غالي. عزيز وانت غالي، وانت غالي عليا يا حبيبي جدا. ربي يباركك. اتفضل. اخبارك انت عمال اكمل معاك ايه؟ تمام كويس حلو اهو. بص انا قصة النهارده بتاعتي عموما قصة جميلة جدا وشيقة، وكتير هي بتعلم منها واحد دروس كتير، يعني دروس روحيه ودروس اسريه برضه. صحيح. كتير اما كتير واحد يتعلم درس حلو ان الايه اللي انا بحبها جدا من صفحه خضوع 14 14، ان يخرج من الاكل اكلا ومن الجاف حلاوه، ان ازاي ربنا يعني خلى ابوه الحاجه اللي هو الانسان الملتوي، الانسان اللي دايما سلوكياته دايما كان بخالف، يعني سلوكاته دايما دايما ما يبقاش في اتجاه مستقيم، استغله واستفاده وعمل منه حاجه كويسه. صحيح. يعني ده طبع الرب، طبع الرب الحلو اللي دايما بيغير الانسان، بيستغل الانسان بعمل غير. دايما شفنا برضه شاور الطرسوس ودي بولس من افضل مبشرين الكتاب. صحيح. اتعلمنا درس جميل، وبرضه في نفس الوقت قصه يعقوب نفسها، القصه بتاعت يعقوب واحد بيتعلم منها فيها دروس سلبيه ودروس ايجابيه. الدروس السلبيه ان احنا شفنا ازاي برضك يعقوب مع الايام اتعاقب على الحاجات السلوكيات اللي هو عملها، يعني على الخداع والنفاق بتاعه اتعاقب عليه بعد الايام برضك، ان زي ما بيقول الكتاب ما يزرع الانسان ان يحصد، اتعاقب عليه ان برضك عياله مع الوقت جو خدعوه في ابنه يوسف، ان هم قالوا له ابنك مات وكده فاتخدع، لانه نفس ان هو كان مخادع لفت الايام اولاده نفسهم خدعوه. اخويا سلامه انا عايزه اخويا سلامه انا يعني عايزه اشكرك جدا من اجل مداخلتك، كلامك حلو وصدقني انا عندي احساس انك عندك كلام كتير جدا حلو، وبتاكد على دور نعمه الله اللي حصل مع يعقوب، وقلت ايه حلوه جدا في سفر القضاء، هل ينفع ربنا يخرج من الاكل اكل ومن الجاف حلاوه؟ اي نعم الرب يعمل كده. اشكرك جدا واشكر كل الساده المشاهدين بمداخلاتهم الحلوه. اخويا امجد، شفت الوقت الحلو بيعدي بسرعه، للاسف قدامي خمس دقائق او اربع خمس دقائق بالنسبه لك، فايه الحته او ايه النقطه اللي انت عايز تقولها لنا تسيبها مع الساده المشاهدين وتاكد فيها على عمل النعمه اللي الرب عمله في حياه يعقوب وينفع يعمله في حياته؟ اتفضل. يعني حابب بس انوه فكره سريعه في المحطه اللي احنا فيها دي. الله انفرد بيعقوب، انفرد بيه، وربنا عايز ينفرد بكل حد فينا يا رب. شغل ربنا في الانفراد. مرات اقول كلمه اختبرت انا شخصيا في الشهور اللي فاتت، مرات بيسمح بكورونا لحضرتك عشان ينفرد بيك، عشان يقعد معاك لوحدك، مرات يسمح بكسر زي ما سمعنا اخويا جورج الاخ الرائع جدا 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 اللي 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 حكى ان في تعاملات الهيه من خلال قعدته لوحده مع ربنا انفرد، رغم ان في محنايم جيش من الملائكه، ورغم ان عنده جيشين من الولاد، لكن كان عايز يقعد معاه لوحده. للقعده معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول ارضيه. وهو قاعد معاه فرغه، مخاضه يبوق معناها التفريغ او الافراغ. فرغه من ايه يا رب؟ افرغه من ذاته، شايف نفسه، شايف ان عنده امكانيات، شايف ان عنده فلوس، شايف ان عنده ملكات خاصه مش موجوده عند حد، شايف ان عنده سمات شخصيه، انا انفع، انا الله يعرف يشتغل من خلالي، انا اعرف اوعظ، انا اعرف اكرز، انا اعرف ارنم،
انا اعرف اعمل حاجات كتير. لا، الله عنده استعداد انه يشتغل بغيرك، مش اللي عندك اللي بيخلي ربنا يشتغل بيك، فعايز يفرغه من ذاته. صحيح. عايز يوصله المرحله اللي فيها الكسر. واحد قال كده عجبني جدا، لم يسر يعقوب مستقيما الا بعد كسر حق فخذه. يعني ما تعادلش في مشيه وفي سلوكه غير بعد ما اتكسر. الله مرات يسمح بكسرك او بكسري. قالت كده نعمي: القدير قد كسرني. طب ليه يا رب؟ دي معاملات إلهية علشان يرجع يعقوب لمكانته والمكانه الصحيح. فانفرد بي كسروا مرات كتير، عايزين ناخد كل حاجة يا اخويا حسام، لكن لازم في خسارة، لازم في كسر، لازم في معاملات الله في الانفراد يحصل عرج، تطلع حتة كده ان انا اقول له خلاص يا رب، انا امين يا رب. ايه اللي خلى ربنا يكسر حق فخذ يعقوب؟ يعني كنا بنتكلم انا وحضرتك قبل الحلقة انه جاهد مع الرب او جاهد مع ملاك الرب وغلب. طبعا يعني ايه جاهد؟ يعني ايه صارع وصرعه انسان؟ ودي المرة الوحيدة اللي على فكرة يذكر فيها بحصر اللفظ ان صرعه انسان، ان الله بقى انسان في الحتة دي وعمل صراع. يعني ايه؟ يعني عايز يكسر الحتة دي عند يعقوب، ويعقوب مصر على ذاته وعلى امكانياته وعلى على ملكاته الخاصة. فقال له: بص حبيبي، انت محتاج انك تتكسر، تحتاج تتوضب عشان اشتغل بيك في الايام اللي جاية. ففي انفراد، في وحده. كلام الكتاب كان دقيق جدا وهو بيقول عنه انه وحده. كانت الدنيا ظلمة وكان محتاج انه يشرق بالنور الشمس زي ما كان بيتكلم اخويا شريف. شمس نور حضرة الله النهاردة تضيء كل حتة ظلمة في حياتك، تكشف قدامك سلبياتك وعيوبك علشان تتغير. دايما وابدا بقول محضر الله اللي فيه بستحضر الله، اللي فيه نور حضرته يكشفني فيكسفني فتوب، واللي فيه نور حضرته يبان قدام عينيا فاسجد. فهو ده اللي عايز ربنا يعمله معايا ومعاك ومعاك النهاردة عزيزي المشاهد، انه ينفرد بيك، ان الشمس تجلي كل الظلام اللي دام 20 سنة من ساعة الحلم بتاع بيت إيل. اخويا امجد، عايزك في دقيقتين عايز تقولي ان كل قصة يعقوب وجع وراح من بئر سبع لبيت إيل لفنوئيل كلها مخاضت يا ابوك ما تغيرش، ما فيش حل. يعقوب في الآخر كانت قصته صعبة ولا حلوة؟ اتعلم الدرس ولا ما اتعلمش؟ يمكن ده ياخدني لآخر محطة ونسيب المحطات اللي في النص ونسميها محطة نصر. محطة نصر دي المحطة الأخيرة اللي فيها لمع الإناء بقوة، اللي فيها ظهرت أنامل السيد في هذا الإناء، فبقى إناء نافع للسيد مستعد لكل عمل صالح. صحيح. يعقوب اللي كان عوج بقى عنده فطنة. ازاي عنده فطنة؟ حضرتك تذكر هذا الموقف والسادة المشاهدين لما حب يبارك الولدين ولاد يوسف، وطبعا المفروض البركة دي او البكرية تبقى لرؤوبين البكر، بس للأسف لانه دنس مضجع ابيه وعمل حاجة مش كويسة فالموضوع راح ليوسف. اتاري يعقوب فهم الدرس، مش الكبير اللي ياخد لكن الصح اللي ياخد. صح. ابتدى يبقى عنده فطنة، قال له: ليس هكذا يا أبي. قال له: حبيبي أنا عارف أنا بحط إيدي إزاي. وحد قال الحتة دي اجتهادية طبعا، أنه هو بيحط إيده شكل الصليب وكأنه أن الحل في صليب المسيح. اللي هيعالجك وهيعالجني هو أننا نروح عند الصليب، عند الصليب بركة عندك. فبقى في فطنة، لكن يعقوب في نهاية أيامه بارك ولاده. يمكن ما قعدش مع أولاده طول عمره، يمكن كانت كل حياته مع أولاده روح وتعالى واشتغل وهات وخد، لكن في الآخر تعالوا يا أولادي اقعدوا معايا عشان أنبئكم باللي هيجيلكم في آخر الأيام. نشوف أن يعقوب اتطور، يعقوب يبارك فرعون الأصغر، يبارك أو الأكبر يبارك من الأصغر. لكن آخر حتة نتعلمها أو نشوفها في التطورات الحلوة في حياة يعقوب: بدأ ممسكا بعقب أخيه لكن أنهى حياته ممسكا بالعصا. يعني إيه؟ سجد على رأس السرير بالعصا، وكأنه بيقول: أنا اللي عبرت الأردن بعصايا طالع من الدنيا بعصايا. أخويا يعقوب بيقول لك وبيقول لي إن كل اللي أنت بتعمله ده مش هتاخد منه حاجة، لكن فقط خلي عينيك على الرب اللي يعالج اعوجاجك واعوجاجي. أشكرك أخويا أمجد، شرفتنا وبركتنا، وكلمة الله غزيرة عندك.
صلي ان الرب يباركك. اشكركم اعزائي المشاهدين من اجل استماعكم للوقت ده، وقت الحلقه. بشكر كل المداخلات وبعتذر جدا حقكم علينا للناس اللي اتصلت وكلفت نفسها وقت ومجهود وفلوس عشان تدخل مداخله وما عرفناش. شجعكم مرات تانية، كل برنامج صفحه جديده كل يوم ثلاث الساعه 6 ل 8. وكمان شجعكم على برنامج تعود وفتحيونا، تعود فتحيينا يوم الاثنين الساعه 5 ل 7. خلينا نختم البرنامج الحلو ده. بشكر الرب جدا من اجل جمعيه خلاص النفوس في بني سويف. بشكر الرب من اجل التيم اللي شغال ورا الكاميرات، اخويا ساهر وكل الناس اللي معاه. بصلي ان الرب يباركهم. خلينا نختم البرنامج بتاعنا مع ترنيمه مع اخويا شنود عياد، والرب معكم والرب يبارككم. تعالوا نقول الكلمات دي، ما زالت يد الله تعمل في حياه كل يعقوب يسمعنا. معي في الطريق يا أعز صديق، وفي وسط الضيق بتنجدني، بتنجدني لما بناديك. حالا بلاقيك مدد لإيديك وبتسندني، وبتسندني وتقول لي ها أنا أغنى معك بيميني، مسكاك وبرفعك وتقول لي ها أنا أغنى معك بيميني، مسكاك وبرفعك أنا راعي لك دوما برعيك، ويا عيني عليك كل الأيام يا ابني أنا راعي لك دوما برعيك، وعين عليك كل الأيام يا ابني. وقت الآلام بتجيني أوام تعطيني سلام، تشجعني وتشجعني بناديك يا ربي ألاقيك جنبي طمن قلبي، وبترفعني وبترفعني وتقول لي ها أنا غماك بيميني مسكاك وبرفعك، وتقول لي ها أنا غماك بيميني مسكاك وبرفعك أنا راعي لك دوما برعيك، وعيني عليك كل الأيام يا ابني أنا راعي لك دوما برعيك، وعيني عليك كل الأيام يا ابني. أدعوك يا حبيب يا أغلى نصيب، كل يا مجيب وقت صلاتي، وقت صلاتي أرجوك تسمعني في ضعف ارفعني، إلهي شجع وسط ضيقاتي، وسط ضيقاتي وتقول لي ها أنا غمعك بيميني مسكاك وبرفعك، وتقول لي ها أنا معاك بيميني مسكاك وبرفعك أنا راعي لك دوما برعيك، وعيني عليك كل الأيام يا ابني أنا راعي لك دوما برعيك، وعيني عليك كل الأيام يا ابني. بيك أنا غالب كل التجارب مع المصاعب، والعدو مغلوب، العدو مغلوب كل الأيام على الدوام، أحتمي في الدم يا مصلوب يا مصلوب، وتقول لي ها مسكاك وبرفعك، وتقول لي ها أنا معك بيميني مسكاك وبرفعك أنا راعي لك دوما برعيك، وعيني عليك كل الأيام يا ابني أنا راعي لك دوما.
يوما براعي وعين عليك كل الأيام يا ابني وتقول لي ها أنا معك بيميني مسكك وبرفعك وتقول لي ها أنا معك بيميني مسكك وبرفعك أنا راعي ليك دوما برعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني أنا راعي ليك دوما برعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني أنا راعي ليك دوما برعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني أنا راعي ليك دوما برعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني.